سجل ممكن. بس لازم اختار من هنا برضه. هو كده عشان هو كده بيسجل يعني. طب اوكي طيب. احنا بالنسبه للجاينيكولوجي للايمجنج ان جاينيكولوجي يعني دي هتعتبر اول محاضره في الايمجنج في الجاينيكولوجي. فاحنا دي الاورجنز اللي المفروض ان انا بشوفها. المفروض ان انا هشوف اليوترس والفاجينا والاوفرس والامبولاري بارت والتيوبس. يعني التيوبس دي هتبقى هتتشاف بالهيستروسالبنجوجرافي، يعني هي الموداليتي الجولد ستاندرد هو الهيستروسالبنجوجرافي. لكن بقيه اليوترس في ايمجنج موداليتيز كتيره قوي بنشوفه بيها. عندنا اول حاجه في الايمجنج اللي هي ما حدش بيقولها كتير، اللي هي البلين فيلم. البلين فيلم في الحقيقه ممكن يديني ان اندايركت evidence of something related للجاينيكولوجي. يبقى اذا قبل ما نبتدي في الالترا ساوند هنتكلم على ايه هي الموداليتيز اللي انا المفروض بستخدمها. فانا عندي في الاول موداليتيز بستخدمها في البلين فيلم اللي هو ممكن استخدمه incidental finding. يعني عيانه جايه مثلا ببلفيك بين، فممكن واحد يشور عليها يقول لها روحي اعملي بلين فيلم عشان نشوف اذا كان في ستون، اذا كان في اي حاجه ريليتد للايه. يعني غالبا بيعملوها عشان الستون. فنلاقي ان هي حاجه ريليتد للجاينيكولوجي. زي ايه بقى؟ ان انا الاقي فيه ابنورمال سوفت تيشو تيوميفاكشن. يبقى اول حاجه ان انا الاقي سوفت تيشو تيوميفاكشن. السوفت تيشو تيوميفاكشن ده يعني ايه؟ يعني الاقي فيه بارت كده، ده اسمه سوفت تيشو تيوميفاكشن اللي هو مكان السبلين. فلو انا لقيت abnormal soft tissue tumefaction في البلفس معناه ان في حاجه ريليتد للجاينيكولوجي. افكر ان ده ممكن يكون فايبرويد يوترس، ممكن يكون ديرمويد سيست، something like that. يبقى اول حاجه ان انا الاقي abnormal soft tissue tumefaction في البلين فيلم. نمره 2 الاقي obliteration of the normal fat planes. يبقى تاني حاجه الاقي obliteration of the normal fat planes. لما بلاقي obliteration للنورمال فات بلينز دي بتعني في اغلبيه الاحيان ان في ايه؟ انفكشن. في انفكشن هو اللي عامل obliteration للفات بلينز، اللي هو pelvic inflammatory disease اللي هو ده common cause of chronic pelvic pain in women. تالت حاجه ممكن الاقيها، ممكن الاقي calcification in a fibroid او in an ovarian dermoid. يبقى تالت حاجه ان انا الاقي calcification fibroid الفات بلينز زي كده. يعني انا هنا شايفه الفات بلينز بتاعت السواس ماسل، وشايفه الفات بلين بين السبلين وبين الاندرلاينج ستراكشرز. في البلفس برضو في فات بلينز. لو انا لقيت في اوبليتريشن اوف ذيس فات بلينز دي بتعني ان العينه عندها بلفيك انفلاماتوري ديزيز. طبعا لو الكالسيفيكيشن اكتر حاجه يحصل فيها كالسيفيكيشن في الجاينا الفايبرويد والدرمويد سيست او الماتشور سيستك تيراتوم. طبعا فايبرويد بيبقى ليها كاركترستيك ابييرنس للكالسيفيكيشن اللي هو وورلي ابييرنس لايك ذيس سلايد، او ان انا الاقي مثلا توث يبقى تقول ان في ماتشور سيستك تيراتوما او الديرمويد سيست. بس ده انسيدنتال فايندينج، يعني ما فيش عيانه جايه تشتكي من بلفيك بين هقول لها دايما بنقول لها تروحي تعملي الترا ساوند على طول. امتى بقى اروح اقول للعيانه تروح تعمل بلين فيلم؟ الانديكيشن الوحيد في الجاينا عندنا لو عينه عندها ميزد اي او دي. لو عينه عندها ميزد اي او دي في طريقه معينه ان انا ابتدي اكتشف في الميزد اي او دي ده لسه جوه ولا هو بقى اكسبالدد ولا هو بينتريتنج اليوترس وخرج بره. يعني ايه ميزد اي او دي؟ يعني هي مش حاسه السترينجز اوف ذا اي او دي، مش حاسه الفيتال بتاعها، فهي بتيجي تقول انا مش حاسه الاي او دي. فيبقى اول حاجه بعمل التراساوند. يبقى اول حاجه اعمل التراساوند برده مش بلين يو تي. هعمل التراساوند لقيت الالتراساوند الاي او دي انسايتو خلاص، لقيته مش موجود جوه اليوترس، وقتها بقى ببتدي بقى اعمل اذر انفستيجيشنز. يبقى يس ان بليس او ديسبليسد لكن انا شايفاه، فده ممكن اعمل له ريموفال ويعني واحطه مره ثانيه علشان يبقى فيه ديلينيشن للايه للاي او دي. طيب لو كان بيرفوريتنج المايوميتريم لكن انا شايفاه برضو، يبقى في الحاله دي محتاج هيستروسكوبيك ريموفال. طيب لو انا مش شايفاه خالص بقى بالالترا ساوند يبقى هو بارشلي اكسترا يوتراين، في الحاله دي ممكن اعمل انتروبوستيريور ولاترال راديوجراف. طبعا انا باخد اي بي فيلم الاول، انتروبوستيريور فيلم بياخد من اللور شست لتحت البلبس خالص. لو انا لقيته موجود
يبقى خلاص ابتدي اعمل اللاترال فيلم. وساعات بعمل لاترال فيلم والساوند انسايد ذا يوترس، ادخل ساوند جوه اليوترس عشان اشوف الريليشن بتاع الاي دي لليوترس، هل هو انتيريور لي ولا بوستيريور لي ولا فين بالظبط. لو انا عايزه مور بريسايز بقى، ابقى مور بريسايز واعرف هو مكانه فين بالظبط، ممكن اعمل سي تي. السي تي طبعا هيبين لي مكان الاي دي بالظبط، هل هو بينتريتنج باول، بينتريتنج ناحيه فيسل، فاعرف فين مكانه بالظبط. ده في الحاله دي هعمل سي تي ابدومين اند بلفس. يبقى اذا يبقى في الميس الاي دي الالتراساوند فيرست. انا هنا عملت التراساوند طلع الاي دي موجود جوه السيرفايكال كانال، يبقى خلاص مش محتاجه اي فيردر انفستيجيشن، يبقى هو صحيح مش موجود جوه اليوترس، لكن اللوب هنا في السيرفايكال كانال موجود في السيرفايكال كانال، يعني هو قرب يبقى اكسبالدد. بقى هنا في انذر كيس، شايفين هنا الاي دي فين؟ في اللفت ادريكسال ريجن، بس انا برضو شايفاه وشايفه فين المكان بتاعه بالظبط، يعني هو موجود بين ذا اوفري اند يوترس، والعين طبعا يعني عينه مساعده بريجننت، يعني هو اللوب خرج بره، وكمان في انتراتراين بريجننسي، ده الايرلي ساين اوف بريجننسي ان انا الاقي جستيشنال ساك جوه اليوترس. فده يبقى ايه؟ يبقى فيرست اسسمنت باي التراساوند. ممكن الالتراساوند في 90% من الحالات لو اللوب ده جوه البلفيك كافيتي هقدر ان انا اشوف. اهو ده البلين فيلم. طبعا لو انا خدت الانتروبوستيريور فيو لوحده انا ممكن اقول ان ده انتراتراين، لكن لما هاخد اللاترال فيو هيبان لي بالظبط البوزيشن بتاعه، فواضح هنا ان اللوب فين؟ سبكيوتينيوس ان لوكيشن، ده هو خلاص يعني ساب اليوترس وخرج بره وايه وبعيد خالص يعني اندر ذا سكين. فدي برضو لو انا عايزه طبعا ابقى مور بريسايز ممكن اعمل سي تي واشوف مكانه فين بالظبط لو انا عايزه اشوف. فده بالنسبة لي البلينيو تي فور ميسد ايو دي. نيجي بقى لبقية الامجينج موداليتيز غير الالتراساوند، يعني احنا لما نتكلم عن الالتراساوند هنقول هو البرايمري امجينج موداليتي اوف تشويس في كل عينين الجاين. ويمكن كلنا بقى اللي بنشتغل سونار وكده هنلاقي انه ايه؟ انه نمرة واحد بتعمل الالتراساوند الاول، سواء كان اوبستاتريك او جاينكولوجي. لكن في عندنا بقى اذر امجينج موداليتيز، منها الكونتراست ستادز. الهيستروسالبنجيوغرافي الدكتورة رشا هتكلمكم عليه بالتفصيل، لان هو ده ستيل يعني حتى بعد النيو تكنيكس، بعد ما طلع الام ار هيستروسالبنجيوغرافي والسونو هيستروغرافي، فضلنا نرجع تاني لمين؟ للهيستروسالبنجيوغرافي، لان هو الجولد ستاندرد في الاسسمنت اوف ذا فالوبيان تيوبس. وفي عندي كونتراست تكنيكس تانية زي الفاجينوغرافي. هو ايه الفاجينوغرافي ده؟ ان انا بحقن في الفاجينا، هنشوف الانديكيشن بتاعه. في كمان حاجه تانية، انا عندي الجاينيكولوجيكال ماسس ممكن تانفلتريت، ممكن ليها علاقه وطيده بالجت، يا اما انه ممكن يكون كروكنبرج تيومر ويكون البرايمري في الجت، وممكن يكون الاوفاريان ماس دي عامله انفلتريشن للكولوم وبالتالي هتبقى ان اوبرابل. فيبقى اذا الجي اي تي ستادز مهمه. يمكن بعد الايرا بتاع المالتي سلايس سي تي وان انا اخد ساجيتال وكورونا ريكونستراكشن بقدر ان انا احدد بالظبط مكان الليجن وبالكورونال والساجيتال كاتس. وكان دايما الجاينيكولوجيست يقولوا لنا ان احنا لما بنفتح بطن العيان احنا ما بيظهرش عندنا كاتس، احنا بيظهر عندنا الكولوم كله على بعضه والباول كلها على بعضها. الكورونال كاتس طبعا ممكن تدينا نفس المنظر، فنقدر نعرف الديسبيسمنت بتاع اليوريتر والديسبيسمنت بتاع الباول من الاوفاريان ماس اللي موجود. يفضل عندنا تكنيك برضو مهم اللي هو الارتريوغرافي، بس في الحقيقه الارتريوغرافي في الفيميل جينيتال ما هواش دايجنوستيك، هو ثيرابيوتيك. يعني احنا عمرنا ما هنعمل ارتريوغرافي دايجنوستيك عشان حاجه، احنا هنعمله ثيرابيوتيك في حاجتين مهمين جدا، في حالات الارتيريو فينس مال فورميشن، ودي في الحقيقه بقينا نشوفها هي رير شويه، لكن احنا بقى نشوفها كتير بعد الريبيتد كيوريتج وكده بيحصل ارتيريو فينس مال فورميشن اكوايرد. طبعا العينه بتبقى جايه باكستنسيف بليدنج، يعني ممكن ايه يضطروا يربطوا الانترنال ايلياك فين نفسه ارتري. فاحنا هنا بدل ما نربط الايلياك ارتري بنعمل امبولايزيشن، بنعمل سيلكتيف امبولايزيشن للايلياك فيسلز، ونقدر ان احنا نقفل الارتيري فينس مالفورميشن. برضو الانديكيشن الثاني اللي بقى يستخدم شويه كتير اللي هي الفايبرويد امبولايزيشن. عينه عندها فايبرويدز كتير قوي، عندها عامله لها بريشر سيمتومز وعايزه تعمل امبولايزيشن، يعني عايزه تقلل حجم الفايبرويدز دي، فممكن نعمل امبولايزيشن
بس في بقى حاجه عشان الناس تبقى عارفه انه ان الفايبرويد امبولايزيشن او الرينج فريكوانسي از نوت فور بريزيرفنج فيرتيليتي. يعني الناس فاكره ان احسن ان احنا نعمل عشان البريزيرفيشن اوف فيرتيليتي، لا it is not preserving fertility، لا هي بس عشان نقلل pressure symptoms في عيانة not vulnerable to surgery. يعني عيانة مش نافع انها تعمل surgery، فممكن نعمل لها radio frequency او نعمل لها fibroid embolization. الفاجينوغرافي كتكنيك له definite indications، ان انا لو عندي fistula، لو عندي fistula communication الفاجينة بقى مع اليوريثرا او مع اليورينري bladder، في الحالة دي ممكن احقن في الفاجينة اسهل، لان هي الفاجينا ملهاش سفنكترز، ملهاش ماسكولار وول قوي، وبالتالي الفيستولا هتملى بسهوله لو انا حقنت في الفاجينا. هتقولي طب الفاجينا دي كابيشس قوي احقن فيها ازاي؟ بحط فولس كاثيتر ويز ا لارج بالون بحيث انها تبقى والكو اكتد عند الانترايتس، وبحقن في الفاجينا فبتدي يظهر لي الفيستولاس كوميونيكيشن. طبعا اشهر اثنين فيستولاس كوميونيكيشن ممكن نلاقيهم بوست تروماتيك اللي هو بوست سيزيريان سكشن، ومالجننت ومالجننت فيستولا، العيانة عاملة مثلا هيستركتومي فور مالجننت ليجن، وبالتالي ممكن يحصل فيستولاس كوميونيكيشن بين الفاجينال فولت وبين الباور. تالت حاجة لوكالايز ريفلكس ان ان اكتوبيك يوريثر اوبننج انتو ذا فاجينا. يعني ايه؟ ودي بنسميها، كنا بنسميها زمان في الكلينيكال ويت جيرل سندروم، البنت على طول مبلولة. ليه؟ لان هي عندها تو يوريترز، واحد فيهم فاتح في اليورينري بلادر نورمالي، والتاني فاتح لور في الفاجينا، وبالتالي الفاجينا مفيش سفنكتر، فعلى طول اليورين نازل دريبلينج على طول. لو انا عايز اشوف الاكتوبيك يوريتر ده مكانه فين بالظبط عشان اعمل له ري امبلانتيشن في اليورينري بلادر، ممكن اعمل فاجينوجرافي، احقن في الفاجينا فيحصل ريفلكس في اليوريتر ده فاقدر اشوف. طبعا مشكله اليوريتر اللي فاتح في الفاجينا ده انفكشن، على طول هيطلع لها انفكشن من الفاجينا. ده شكل الفاجينوغرافي. انا هنا حقنه في الفاجينا، دي البالون بتاع الفولس كاثيتر، ودي الفاجينال فولت، وطبعا هنا ماليه على طول الاليوم، فهنا في فيستولاس كوميونيكيشن بين الفاجينال فولت وبين الاليوم. يعني انا كنت عامله هيستركتومي، العينين دول طبعا بيبقوا ميزربل. عشان كده لما نيجي بقى نتكلم في الستيجنج اوف تيومرز، ده مهم جدا، مهم قوي ان انا اقول ان التيومر واصل للفاجينا ولا مش واصل للفاجينا، والا نعم. والباول سمول باول الاليوم، يعني شكلها اليوم ابتدت الجيجينال لوبس كمان كمان خلاص. فمهم جدا جدا الستيجنج، لان انا لو سبت مالجننت ليجن تحت ده بتبقى النهايه، وطبعا العينه بيبقى عندها فيكال ماتر نازله من الفاجينا، فانتم متخيلين بقى الدنيا بتبقى عامله ازاي. نيجي بقى للايه، طبعا في عندنا الكروس سكشنال ايمجينج، دي يعني في الفيلم ريدنج، لما نيجي في الفيلم ريدنج ان شاء الله هقول لكم ازاي نمشي بقى في الكروس سكشنال ايمجينج وايه الانديكيشن بتاع كل واحد فيهم، سواء السي تي او الام ار اي. طبعا احنا عندنا الالترا ساوند فولود باي ام ار، في معظم الجاينر انا بحتاج ان انا اعمل ام ار وما اعملش سي تي، والسي تي له انديكيشنز معينه. الانديكيشنز بس في السي تي ان انا اعملهم لو عيانه خلاص اوريدي بروفد انها مالجننت ليجن اكستنسيف، وانا عايزه بس اشوف اعمل لوكال ستيجنج وديستانس ستيجنج اشوف فيه ميتاستاسيس ولا لا، وقتها ممكن اعمل سي تي، لان الاومنتم بيبان في السي تي كويس واللينف نودز بتبان في السي تي كويس، فممكن وقتها اعمل سي تي. لكن لو انا عندي مثلا اندوميتريال كارسينوما جاست انفلتريتنج المايوميترين، يبقى دي احسن اعمل لها ام ار، لان الام ار بيشوف الزون الاناتومي كويس، فهقدر اشوف الديجري اوف انفلتريشن قد ايه. كل الكاركترايزيشن بتاع الادينكسل ماسز، لما هنيجي نتكلم عن الادينكسل ماسز النهارده هنلاقي ان كل الكاركترايزيشن بتاع البيناين لوكينج ادينكسل ماسز لازم اعمل ام ار، ما ينفعش سي تي. السي تي كاني ما بعملش حاجه، هلاقي سوفت تيشو دانستي موجوده في البلفس وانا مش عارفه هي ايه، هل هي اندوميتريوما ولا درمويد. درمويد طبعا ممكن ينشخصوا بالسي تي عشان فات كونتنت، لكن ابارت فروم كده لو اندوميتريوما لوتيال سيست كل الحاجات دي كلها مش هتتشخص بالسي تي. نيجي بقى للالترا ساوند. طبعا الالترا ساوند احنا بنقول ان الالترا ساوند هو السماعه بتاع الدكتور الجاين، يعني احنا لو شفنا في النساء هما يعني اقل ما بيكشفوا على العيانه بيروحوا مدخلين لها السونار على طول عشان يخلصوا، ده مش صح طبعا. كلينيكال سنس مهم جدا ان الناس تكشف على البيشنت، يعني والكلينيكال احسن من الايمجينج. الجاينيكولوجيكال الترا ساوند التكنيك بقى اللي احنا بنستخدمه كلنا هو الترانس ابدومينال، يبقى اول واحد هو الترانس ابدومينال الترا ساوند.
الترانس ابدومينال انا بستخدم الترانسديوسر العادي بتاع الابدومين اللي هو من 3.5 ل 5 ميجا هرتز ترانسديوسر. It requires filling of the urinary bladder. يبقى المفروض اليوريناري بلادر تبقى مليانه، بس لا هي مليانه قوي ساعات لما قاعدين العيانه تبقى خلاص اتزنقت يعني مش قادره حتى تدخل تنام على السرير، ولا انها تبقى اندر فيلينج. ايه البروبر فيلينج اوف ذا يورينري بلادر؟ ان تبقى البلادر مليانه اب 1 تو 2 سنتيمتر اباف ذا يوترين فانكس، يعني يا دوبك تديني ويندو ان انا اقدر اشوف بيه البلفيك اورجنز. البلينز اللي بستخدمهم انا بستخدم الساجيتال والترانسفيرس بلين، الساجيتال والترانسفيرس بلين دول في الـ في الـ في الـ في الابدومينال الترا ساوند بسميه ساجيتال لان انا بحط البروب لونجيتودينال، او ترانسفيرس عشان اشوف الادينكس ريجن، وساعات بحتاج ان انا اخد اوبليك ايمج، وفي الحقيقه مش ساعات يعني في اغلبيه الاحيان ان انا عشان افرد الاوفر كويس لازم ابقى واخده اوبليك ايمج عشان اقدر اشوف الاوفر. To view the adnexal region we must move the transducer from side to side. The main advantage ايه بقى بتاع الجاينيكولوجيكال التراساوند بالترانس ابدومينال؟ المين ادفانتج ان انا اعمل اوفر فيو اوف ذا بلفس، بيقدر يوريني الفولس بلفس والترو بلفس، بقدر اشوف الفولس بلفس والترو بلفس. فعشان كده دايما انا يعني بقول للناس اللي بيبتدوا لسه يشتغلوا ترانس فاجينال اشتغل ابدومينال الاول، يعني خلي العينه تملى البلادر وبص عليها من الابدومين، اعرف الاورينتيشن ازاي، اذا كان في سيست تعرفها في انهي ناحيه بالظبط، لان هتبقى مشكله الترانس فاجينال هو اللاك اوف اورينتيشن، لما بدخل جوه بتوه، فهي دي مشكله الترانس فاجينال. فانا لو بصيت ابدومينال الاول هيبقى ايه، عارفه اليوترس ده ريتروفيرتد ولا انتيفيرتد، يعني هبقى واخده جنرال اوتلاين. لقيت اليوترس مثلا فيري لارج فبقى عارفه ان انا مش هشوفه من الترانس فاجينال كويس، يعني لو في مالتيبل فايبرويدز وفيري لارج مش هقدر اشوفه من تحت. فدي اهميه الايه الابدومينال التراساوند. يبقى ده اول تكنيك بستخدمه في الالتراساوند اكزامينشن اللي هو الترانس ابدومينال تكنيك. في بعد كده الترانس فاجينال تكنيك. الترانس فاجينال تكنيك بستخدم ترانسديوسر من 5 تو 9 ميجا هرتز ترانسديوسر. الترانسديوسر ده ممكن اقول عليه انترا كافيتالي بروب. احنا طبعا يعني فاينانشلي يعني ما بنقدرش نجيب التو بروبس ترانس ريكتال والترانس فاجينال، فاحنا بنجيب واحد اندوكافيتري على حسب المكان بيشتغل ايه اكتر، يعني في النساء مثلا هيجيبوا ترانس فاجينال. الفرق بينهم ايه؟ ان الترانس فاجينال بروب بيبقى له انجل 170 ديجري عشان هو اليوترس از نوت ميد لاين ستراكشر، اليوترس دايما نايم على ناحيه الايه اليمين، دايما ديكستروفيرت دايما ناحيه اليمين، لكن البروستيت دي ميد لاين ستراكشر واول ما بدخل الاقيها فانا محتاجه ستريت بروب. لكن عموما سواء هو ده الترانس ريكتال بروب اهو بيبقى عدل كده ستريت، وده الترانس فاجينال بروب بيبقى فيه انجل، فواتيفر يعني هو انترا كافيتال بروب الترانس فاجينال هيبقى افضل شويه. في الترانس ابدومينال احنا قلنا التكنيك ان العينه تبقى فول بلادر، وطبعا برضو يفضل لو العينه دي سكادولت يعني لو هي هتاخد ميعاد وتيجي تعمل فيه الفحص ان انا اعمل لها بريباريشن زي الابدومين، يعني تبقى واخده برضو حاجه تقلل الجاز ادزوربنج ايجنت وتبقى فاستنج علشان ما يبقاش في عندي جاز استخبى، ويبقى دايما التقارير بتاعتنا مكتوبه ايه ذا ادينكسا از اوبسكيورد باي جاز، كل التقارير والبارا اورتيك اريا، البارا اورتيك اريا اوبسكيورد باي جاز والادينكسا ريجن اوبسكيورد باي جاز، مع ان الجاز دي جاز هوا يعني ينفع قوي ان انا اعمل كومبريشن واضيعها واقدر اشوف الايه الاورجان كويس بالالتراساوند. يبقى to minimize discomfort we can bring the uterus and ovaries into the focal zone of the probe. لو اليورينري بلادر مليانه قوي اليوترس والاوفرز هيبقوا بعيد عن البروب وبالتالي مش هقدر اشوفهم كويس. يبقى حاجتين to minimize discomfort، يبقى انا هفضي البلادر to minimize discomfort and to bring the uterus and ovaries into the focal zone. طبعا البروب ده مش هستخدمه from one patient to the other فلازم البروب يبقى disinfected. انا عموما بعمل له كفر يا اما بكوندوم يا اما برابر جلوف عشان ما يبقاش فيه كروس انفكشن. طبعا يعني بيستخدموا ساعات اللي هو الجلوفز العاديه دي طبعا مش سكيور ابدا، يعني هي بتبقى ممكن سهل قوي يرحمكم سهل قوي ان هي تبقى تتقطع يعني، فالاحسن ان انا يا اما استخدم رابر جلوف يعني في واحد منه يا اما استخدم كوندوم، كوندوم اسهل وشيبر يعني. البلينز بقى في الترانس فاجينال احنا شايفين البروب اهو انا بدخله هنا في واحد من الفورنيسز بتاع الفاجينا، يعني انا بفضل داخله لحد ما بوصل للسيرفكس.
المفروض ان انا عندي فيه الانترو بوستيريور بلفيك بلين وفي الترانسفيرس، ده الانترو بوستيريور بلفيك بلين وده الترانسفيرس بلفيك بلين. يبقى انا بفضل داخل لحد ما بقابل اليوترس، اليوريناري بلادر بتبقى هي اللاند مارك بتاعي، وبلاقي اليوترس بفرده اللونجست دايامتر بتاعه، يبقى ده الانترو بوستيريور بلفيك بلين، وابتدي احرك البروب ان الانترو بوستيريور دايركشن. لما بجيب الترانسفيرس بقى هجيب البروب ترانسفيرس واحركه ان ايه ان ترانسفيرس دايمنشن. يبقى انا عندي هنا انترو بوستيريور بلفيك بلين وترانسفيرس بلفيك بلين، دول التو بلينز اللي بستخدمهم في الترانس فاجينال. طيب ايه الانديكيشن ان انا اعمل ترانس فاجينال اكزامينشن؟ طبعا الترانس فاجينال اكزامينشن از فيري اكوريت، فيري اكوريت عن الترانس ابدومين. يبقى انا لو عايزه اشوف كويس يستحسن ان انا معظم الحالات اعملها ترانس فاجينال، خصوصا مين البوست مينيبوزال ايج اللي هو اليوترس بيبقى صغير، وانا عايزه اشوف الاندوميتريوم معانا بوست مينيبوزال وعندها بليدنج، فانا مهم جدا ان انا اقيس الاندوميتريال ثيكنس اكوريتلي. ففي انديكيشنز كتير ان انا استخدم فيها بقى الترانس فاجينال ليزر. اول انديكيشن في الايرلي والسكند تريمستر بريجننسي، في الايرلي سكند، في الايرلي والسكند والايرلي سكند تريمستر بريجننسي. ليه بقى؟ لان احنا عندنا لما هناخد الديس اوردرز في الابستاتريك هناخد الديس اوردرز اوف ايرلي بريجننسي، في منها كتير قوي ان هي ممكن عيانه جايه على انها ابورشن وتطلع اكتوبيك، وياما شفنا حالات كرونيك اكتوبيك انها ما اتشخصتش على انها اكتوبيك وفضل الاكتوبيك ده في الادريكسال ريجن وعمل كرونيك اكتوبيك بريجننس. يبقى في اي ايرلي تريمستر بليدنج يبقى لازم اعمل ترانس فاجين. اللور يوتراين سيجمنت في الليت بريجننسي، ساعات البلاسينتا بتبقى لو لاينج، يمكن الدكتوره رشا كلمتكم على البلاسينتا اكريتا، في الحاله دي ساعات بحتاج ان انا اعمل ترانس فاجينال او بنقول عليه ترانس ليبيال التراساوند، يبقى انا ببقى موجوده بره ما بدخلش جوه قوي علشان ما يحصلش بليدنج. دي بتقدر توريني اللور ايدج اوف ذا بلاسينتا واذا كانت هي ريليتد للور سيجمنت اور نوت. في الاكتوبيك بريجننسي ده تبع الايرلي ديس اوردرز. في الريتروفيرتد والريتروفلكس ديوترس، لان الريتروفيرتد ديوترس ممكن يديني فولس امبريشن ان في سمثينج ان ذا بوستيريور وول، ان هو كولابسد على بعضه، فكتير قوي الناس تكتب ان في فايبرويد في البارت ده. في الاوبيز والجازيس بيشنتس، لو عينه اوبيز قوي وانا مش قادره اشوف الادينكس ريجن ممكن بالترانس فاجينال اقدر اشوفها. في الامرجنسي كيسز وير ذا بلادر از امتي، عينه جايه في اكيوت بلفيك بين وانا شاكه مثلا يكون عندها اوفيريان تورشن او رابتشر اوفيريان سيست او حتى تو اكسكلود ابندسايتس، في الحاله دي ممكن اعمل ترانس فاجينال على طول، لان مش عينه جايه تتوجع مش هقولها لا استني بقى ما تشربي وبعدين ادخلك. في طبعا حالات الانفيرتيليتي اللي بقت كتيره جدا نعمل فوليكولار مونيتورنج، احنا نشوف الفوليكلز والريت اوف جروث بتاعها، واستخدم بالس وكلر دوبلر وكمان فور بايوبسي جايدز، يعني كمان من ضمن الادفانتجز فور بايوبسي جايدز. بس البايوبسي جايدز طبعا معظمها دكاتره النساء هم اللي بيعملوا حاجات الانترفنشن، ومنها الاوسايت ريترايفل عشان الاي في اف كلها بتتم عن طريق الترانس فاجينال تكنيك. برضو من ضمن الادفانتجز بتاع الترانس فاجينال ان انا وانا جوه بقدر احدد السورس اوف بين فين بالظبط. لو عينه عندها بلفيك بين، البين طبعا يعني في اسباب كتيره للاكيوت بلفيك بين في الفيميل، حاجتين مهمين جدا اللي هو الاكتوبيك والتيوب اوفيريان ابسس، دول الاثنين المهمين ان انا اشخصهم اكيوتلي. فدول بيبقى تندر ان بروبنج، اول ما اجي ناحيه الادينكس اللي فيها المشكله العينه بتصرخ فبعرف ان هنا في مشكله. لكن يفضل ان الترانس فاجينال اكزامينيشن له ديس ادفانتجز كتير، من ضمن الديس ادفانتج ان بيعمل اوكيجنال كونفيوجن مع الاناتوميك اورينتيشن، في اوكيجنال كونفيوجن مع الاناتوميكال اورينتيشن، بيبقى في ليميتد فيلد اوف فيو ويتش الاو مور فيجواليزيشن اوف ذا ترو بلفس، بس ما بقدرش اشوف الفولس بلفس. لو عندي اوفيريان ماس الاوفري عشان هو لو ميزو اوفيريان فاول ما يكبر يطلع فوق في الابدومين فما اعرفش اشوفه بالترانس فاجينال اكزامينيشن. برضه من ضمن المشاكل البروب كاليبر، ساعات البروب كاليبر بيبقى بينفل لبعض الفيميلز لو هي نالبرا والفاجينا بتاعتها نارو شويه، او هي بوست مينيبوزل والفاجينا بتبقى دراي، فممكن يبقى البروب بينفل وقتها، ممكن احط اكسسيف جل او لدرجه ممكن احط لجنوكاين كريم او حاجه ايه تعمل فورسنج للبيشنت لو هي عندها انفكشن او عندها حاجه عاملاها بين. نيجي بقى نشوف النورمال اناتومي بالترانس فاجينا، ادي
ده مكان الترانس فاجينال بول طبعا، وادي اليوترس، ده السيرفكس وده الفانوس. ادي السيرفكس، ادي التوليبس، انا هنا في الفاجينا، دي الفاجينال وول، ادي التوليبس اوف ذا سيرفكس، وادي الاندوميتريوم، وهنا في الفاندس اوف ذا يوترس. فيبقى انا كده جايبه الانترو بوستيريور بلفيك بلين. دايما اللاند مارك بتاعتي عشان ما توخش تبقى اليورينري بلادر موجوده على يمين الشاشه عندي هنا، خلاص. يبقى دي اليورينري بلادر، ادي اليوريثرا، وادي اليورينري بلادر. هطلع شويه لجوه هبتدي اشوف اليوترس نايم على اليورينري بلادر، ده الفاندس وده السيرفكس، ادي الفاندس وادي السيرفكس، خلاص. يبقى ده اليوترس في ال اس بوزيشن، يبقى ده السيرفكس وده الفاندس وده الاندوميتر، يبقى ده الانترو بوستيريور بلفيك بلين. وزي ما اتفقنا ان اليوترس از نوت ميد لاين ستراكشر، وبالتالي بروب ما هيبقاش كده وكده، لا ده هو بيبقى انكلايند شويه ناحيه الرايت سايد دايما في الاكزامينشن. ده بالنسبه للونجيتيودنال. ادي التي اس بتاع اليوترس، شايفين هنا ده تي اس، ادي الليجامنت، دي اليوتراين ليجامنت، الخط الاسود ده هو اليوتراين ليجامنت. اليوتراين تيوب ده ستراكشر ما بشوفوش خالص لان هو مش دايليتد. هو النورمال كاليبر بتاع اليوتراين تيوب قد ايه؟ 2 مليمتر وايل ات از ديستندد، يعني ده 2 مليمتر بعد ما بنحقن فيها في الهيسترو فتظهر 2 مليمتر، لكن هي في معظم الاحيان هي كولابس ستراكشر، وبالتالي ما بقدرش اشوفه لا بالالترا ساوند ولا بالايه بالام ار ولا بالسي تي. ممكن لو العين عندها شويه اسايتس ممكن اشوف التيوب، خلاص. ده بالنسبه لليوترس تي اس. نعم، في الانترو بوستيريور احنا هنجيبه تاني، هجيب لكم النورمال انترو بتاع السيرفكس. هو انا السيرفكس عشان اشوفه لازم اطلع بالبروب شويه لبره، يبقى 1 تو 2 سنتيمتر من السيرفكس عشان اقدر اشوف السيرفايكال ليبس، لكن لو انا لابسه على السيرفايكال ليبس مش هشوف السيرفكس كويس. هنشوف حالات فيها بوليبس للسيرفكس وكده ازاي ان انا ببقى بعيده شويه عشان اقدر اشوف السيرفكس. تالت تكنيك ممكن استخدمه هو الترانسبرينيال او الترانسليبيال التراساوند. الترانسبرينيال او الترانسليبيال يعني ايه؟ يعني انا موجوده على البرينيوم من بره بقى، انا عايزه اشوف الاستراكشرز اللي فاتحه على البرينيوم، اللي هم ثلاثه استراكشرز، اليوريثرا والفاجينا والانال كانال. الترانسبرينيال التراساوند ممكن استخدم البروب اللي هو من 3 ل 5 ميجا هرتز، او ممكن استخدم الترانس فاجينال بروب. لو العينه طبعا مالت بحطه على الانترويتس وبقدر اشوف بيه برضو اللور بارتس بتاعه الاستراكشرز دي. اهميته ايه بقى في البلفيك فلور ديس اوردرز؟ يبقى كل البلفيك فلور ديس اوردرز المفروض ان هي تبقى موجوده. بعمل الاول الالترا ساوند كسكريننج. يبقى في البلفيك فلور الالترا ساوند ما هوش دايجنوستيك قوي، لان هو بيعتمد على ماني انجلز باخدها. انا باخد مالتيبل انجلز وبقدر اشوف اذا كان في ستريس انكونتيننس، اذا كان في ابنورماليتي في الديفيكيشن، يوتراين برولابس. يبقى الحاجات دي كلها بشوف ايه جنرال اوتلاين كده، لكن في الحقيقه الدايجنوستيك هو الام ار. الدايجنوستيك للبلفيك فلور ديس اوردرز هو الام ار. طبعا اي حاجه بقى ريليتد للبلفيك فلور، احنا عندنا ثلاثه كومبارتمنتس. حاجه ريليتد لليورينري تراكت مثلا اللي هي عين عندها اكثرهم طبعا الستريس انكونتيننس والارجنسي، هو ده اللي بيضايق البيشنتس قوي. سيمبتومز اوف برولابس ان هو يبقى في سنسيشن اوف لامب اور دراجنج سنسيشن. سيمبتومز اوف ابستراكتد ديفيكيشن، يبقى كل دول كلهم سيمبتومز بقدر ان انا اشوفها. ده النورمال اناتومي. السيمبسيس بيوبس طبعا عشان هو بون فبيبان اريا اوف ريفلكتيف اريا ايكوجينيك، ووراها في هايبو ايكويك اريا، هنا في اليوريثرا وفي الفاجينا والانال كانال. اي حاجه تيوب في الالترا ساوند وصفها يبقى سهل، يعني احنا لو جينا نوصف اي حاجه فيها تيوب هتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن ميكوزا، بوتنشال ميكوزا في النص بتبان هايبو ايكويك، والوول بتاعتها اللي هي مصر بتبان هايبو ايكويك. فعشان كده اليوريثرا هي هايبر ايكويك في النص وهايبو ايكويك في البريفري بتاعتها، والفاجينا نفس الحكايه فيها ميكوزا انسايد والوول بتاعتها هايبو ايكو. الانال كانال نفس الحكايه، انا عندي هنا في ميوكوزا ماسكولاريز ميوكوزا. الانال كانال بقى دي جت،
الجت الاناتومي بتاع الوول بتاع الالتراساوند في الجت 5 لايرز، ميكوزا والماسكولاريز ميكوزا والسب ميكوزا والبروبر ماسلز وبعدين السيروز. هما بيبقوا 5 لايرز من جوه لبره، بيبقوا هايبر ايكويك هايبو ايكويك هايبر ايكويك هايبو ايكويك هايبر ايكويك. البروب هنا على البرينيوم، هنا عشان هو ترانس فاجينال بروب ده موجود على الانترايتس. لا انا بقى كده ال اس كده ساجيتال، كده ساجيتال، فببقى جايباهم كلهم ساجيتال زي ما انت شايفه كده. لكن ممكن برضو استخدم كورونال واستخدم تي اس، يعني احنا عندنا يعني البلفيك فلور ده قصه لوحده. يعني احنا بنقدر نشوف بقى الثيكنس بتاع اليوريترا قد ايه، الفاسكولاريتي بتاعت اليوريترا، الديسنت مع الستريننج، في انجلز كتيره بقى بنقيسها، بنقيس الوول بتاعت اليوريناري بلادر عشان نشوف البتروزر ماسل انستابيليتي والبتروزر ثيكنس، فهي يعني قصه كبيره لوحدها. يعني مثلا ادي انجل من الانجلز ان انا اقيس بين السيمسس تيوبس والنيك اوف ذا يوريناري بلادر، واقدر اشوف الانجل دي قد ايه. الانجل دي المفروض تبقى من 90 ل 120، لو اكتر من كده معناه ان في انكونتيننس. شايفين هنا في فانلنج في البلادر نيك مع الستريننج، الفانلنج ده بيدي برضو ان ساعات في ناس يحصل لها انكونتيننس فعلا وهي بتعمل ستريننج، فنبقى عارفين ان في فعلا ابنورماليتي. وفي عيني ما بيبقاش عندها حاجه، دي البلادر ودي النيك بتاعتها ودي اليوريثرا، دي اليوريثرا. شايفين دي الوول اوف ذا يورينري بلادر، الوول اوف يورينري بلادر بتبقى من 3 تو 5 ملم في الثيكنس بتاعتها، وبيبقى فيه جواها هايبو ايكويك لاين، ده عباره عن الدتروزر ماسل. ده هما ساعات بقى بيقيسوا الدتروزر ماسل ثيكنس برضو عشان نشوف الناس اللي عندهم دتروزر انستابيليتي بتبقى الماسل فيري ثين. فدي كلها حاجات بنشوفها في حالات الستريس انكونتنس. ده كان فيديو بس مش شغال. الترانس ريكتال برضو ممكن نستخدمه في الفيميلز الفيرجنز، عينه فيرجن سواء عندها يوتراين انومالي او عندها ماس في الفاجينا. انا مره جات لي عينه فيرجن عندها حاسه بماس في الفاجينا، طلعت فاجينال سيست، عارفين الجارتنر سيست بتاعت الفاجينا، فطلعت انها سيست، لكن هي يعني مش هيقدروا يعملوا لها حاجه لانها فيرجن. فيبقى اذا ايه بنشوف بالترانس ريكتال نقدر ناسس بالظبط ايه التيومر اللي موجود جوه ده. وفي حالات السسبكتد لو يوتراين انومالي برضو يا اما بستخدم الترانسبرينيال على حسب الليفل اوف انومالي، فممكن استخدم الترانسبرينيال وممكن استخدم الترانس ريكتال التراساوند. مين ماس حسب يعني فولنس في الفاجينا، هي حسب ماس في الفاجينا او انفكشن. مثلا ساعات يجي لهم انفكشن لان هي حاجه عامله اوبستراكشن. يبقى احنا عندنا فور تكنيكس فور اسسمنت اوف ذا فيميل جينيتال، اثنين هما الستاندرد اللي هما الترانس ابدومينال والترانس فاجينال، واثنين بلجأ لهم في بعض الاحيان اللي هما الترانس بيرينيال والترانس ريكتال التراساوند. ده بالنسبه للتكنيك. نيجي بقى للاناتومي. النورمال سونوجرافيك اناتومي اوف ذا يوترس اللي هو بقى لما انا باجي بكتب تقرير بكتب السايز والبوزيشن والاندوميتريال لايننج والمايوميتريوم، فاضل الشيب. السايز والبوزيشن والشيب والاندوميتريال لايننج والمايوميتريوم والسيرفكس والاندو سيرفايكال كانال. والسيرفكس والاندو سيرفايكال كانال هتقولوا لي ما هو تبع اليوترس، لا انا بحطها انتيتي لوحدها لان الناس بتنسى تبص على السيرفكس، وممكن تكون المشكله كلها في السيرفكس. يبقى السايز بوزيشن شيب اندوميتريال لايننج مايوميتريوم سيرفكس اند اندو سيرفايكال كانال. هنمسك حاجه حاجه من دول ون ايه وازاي بنأسس السايز. اول حاجه السايز، السايز فاريبل وذ ايج. لما نيجي نتكلم على الفيميل جينيتال اورجانز احنا عندنا سايكليك تشينجز، ما هياش حاجه ثابته سواء في البريست او في الفيميل جينيتال اورجانز. يبقى السايز فاريبل وذ ايج، احنا عندنا في بري يعني في التشايلد بيرنج ايج هو ده الاساس، وفي عندي البري بيبرتال ايج وفي عندي البوست مينوبوز. يبقى دول الثلاث ايه انواع اللي انا بشوفهم. في التشايلد بيرنج ايج المفروض اليوترس بيبقى الافريج سايز بتاعه من 6 تو 8 سنتيمتر ان لينث، 4 تو 5 سنتيمتر ان ترانسفيرس دايمتر، و 3 تو 4 سنتيمتر في الانتروبوستيريور دايمتر. يبقى انا المفروض اشوف الثلاثه دايمترز اوف ذا يوترس،
لازم اشوف التلاتة، لازم اشوف التلاتة. ممكن العينة تكون عندها increased size for one of these planes بس، زي ما هنشوف في العينين بتوع الduplicated uterine cavity. انا بشخصهمش لما اجيب transverse plane، فلو انا لو بصيت على اليوترس بس الا اس مش هشوف، فيبقى لازم اجيب التلاتة dimensions of the uterus. يبقى انا في عندي longitudinal والانتروبوستيريور دايمتر والترانسفيرس دايمتر. ده طبعا نورمال بلفيك الترا ساوند، دي اليورينري بلادر زي ما احنا قلنا، لا اوفر فيلد ولا اندر فيلد، في يعني هي 1 تو 2 سنتيمتر اباف ذا فاندس اوف ذا يوترس. ده اليوترس، ده النورمال بوزيشن بتاعه، نورمال انتيفيرتد انتيفلكسد يوترس. يعني ايه انتيفيرتد انتيفلكسد؟ انتيفيرتد يعني هو هنا موجود ورا اليورينري بلادر. انتيفلكسد ان السيرفكس على الكوربس بيديني انجل about 170 degree. فيبقى النورمال يوترس is normal antiverted antiflex. تمام؟ ده الترانسفيرس بوزيشن. يبقى احنا اتفقنا ان في تو بلينز في الابدومينال التراساوند، ده ال LS وده الترانسفيرس. في الترانسفيرس بقدر اشوف الاوفرز ان ذا ادينكس ريجن، ادي اوفري اهو وادي اليوترس في تي اس بوزيشن. بقيسه برضو عند الفاندس، عند ايه؟ عند اماكن طلوع اليوتراين ليجمنت، الاقي في بوز كده بيطلع اليوترس، اعرف ان ده البروبر بلين اللي انا اقيس فيه الترانسفيرس بلين. وده الاندوميتريوم هنجيله بعد شويه، وده السب اندوميتريال هالو، وده الهوموجينس مايوميتريوم اللي انا المفروض اعلق عليه، ودي الفاجينا زي ما احنا شايفينها برضو في الترانسبرينيال، انها بتبقى تيبولار ستراكشر فيها هايبر ايكوك ميكوزا وفيها ماسل وول هايبو ايكوك. ده البوست مينيبوز. النورمال بوست مينيبوز اليوترس بيكش بقى، بيرجع تاني يكش شويه، بيبقى تيبولار ان شيب، وبيبقى فيه الاندوميتريوم طبعا اندستنكت، او انه يبقى من قد ايه الاندوميتريال ثيكنس في البوست مينيبوز؟ من 3 تو 5 ملم. لو اكتر من كده ببتدي ايه اشوف بقى، استنى عليها شويه ولا ايه، حسب ما هنقول بعد شويه. في حاجه فايندنج تانية ممكن الاقيها في البوست مينيبوز اليوترس، ان انا الاقي كالسيفيكيشن في الاركوت ارتريز. اي حاجه بتبقى شغاله واليوترس ده شغال كل شهر تمام، يعني في اوفيوليشن وفي الاندوميتريال ثيكنس بيبتدي يكبر، في البوست مينيبوزال خلاص اليوترس ده ما بقاش له لازمه، فيبتدي البلاد فيسلز يحصل لها ديستروفيك كالسيفيكيشن. فدايما الاقي المنظر ده، ان انا الاقي فيه كالسيفايد شادو موجوده في الاوتر ثيرد اوف ذا مايوميتريوم مكان الاركوت فيسلز. هنقول اليوتراين بيرفيوجن برضه مكان الاركوت فيسلز. ده البري بيبرتال يوترس. شايفين البري بيبرتال يوترس ايه؟ تيوبولار ان شيب، خط كده تيوبولار ان شيب، بيبقى السيرفكس سيرفكس للكوربس ريشيو 1 تو 1. السيرفكس للكوربس ريشيو بيبقى 1 تو 1، والاندوميتريوم بيبقى تين لاين. ده البنت مثلا جايه عندها 8 سنين بتعمل الترا ساوند، هلاقي اليوترس بهذا المنظر، ودي النورمال فاجينا. شايفين نفس المنظر، هايبر ايكويك لاين وهايبو ايكويك وول. يبقى ده النورمال بري بيوبرتال يوترس، ثين اندوميتريال سترايب. السيرفكس للكوربس ريشيو 1 تو 1، لكن في الادلت الكوربس بتاع اليوترس لكن في الادلت بيبقى 1 تو 2 زي الصوره اللي ايه اللي فاتت. شايفين السيرفكس قد ايه؟ وادي اليوترس، ده في الادلت، لكن في الصغيرين بيبقى السيرفكس للكوربس ريشيو 1 تو 1. ده كلام جميل. لكن فرضا بقى ان انا جات لي حاله كده، والعين البنت دي عندها 17 سنه، وهي مامتها جت تشتكي ان عندها برايمري امينوريا، يبقى ده مش هقول عليه بري بيوبرتال، اقول عليه ايه؟ انفانتايل يوترس. وده واحد من ضمن الانوماليز اللي هنقولها بعد شويه، اللي هو الهايبوبلاستيك او الانفانتايل يوترس. في فرق بين الانفانتايل وبين الهايبوبلاستيك؟ الانفانتايل زي الانفانتايل اللي هو تيوبولار ان شيب الكوربس 1 تو 1، لكن الهايبوبلاستيك هو حجما صغير لكن شبه الادلت يوترس الكبير. فده الفرق بينهم، والفرق ده مهم لان الهايبوبلاستيك يوترس بيستفيدوا من الهرمون ريبليسمنت، لكن الانفانتايل عاده يعني مش ما عملهمش حل. يعني نيجي بقى تاني حاجه لليوتراين بوزيشن.
احنا قلنا النورمال بوزيشن، شايفين ده البروب وهو محطوط في الفورنكس بتاع الفاجينا. الكافيتر ده عباره عن ايه؟ ده بتاع السونو هيستروجرافي، وفي بعض السنترز يعني بره في الصديق بيشتغلوا بيه على طول الهيستروسالبنجوجرافي، بس هو اكسبنسيف. يعني تقريبا الكاتيتر ده ب 300 جنيه الواحد، يعني اكسبنسيف. هو بيبقى زي الفولس بالظبط، لكن بيبقى فيه ريجيد اريا عشان تقدر تعدي من السيرفكس، ما يبقاش سوفت زي الفولس كاتيتر. وبيبقى فيه برضو زي كود كده يعمل كوابتيشن على السيرفكس، وده اللي كنا بنستخدمه، الاسطره اللي احنا بنستخدمها في السونو هيستروجرافي. السونو هيستروجرافي ده تكنيك من التكنيكس بتاعت الالترا ساوند برضو، ان انا عايزه اديتكت something in the cavity of the uterus. وقتها بح انسلاين اعمل distinction للكافيتي فاقدر اشوف، هنشوف صور ليه بعد كده، ان انا بس لازم اصور وانا بحقن في نفس الوقت، لان الحقن اللي انا بحقنه ده هيدخل بعد كده على التيوبس ويختفي، فيبقى لازم اصور الكافيتي while it is distended. ففي اثناء الانجكشن لازم بحط البروب واشوف الكافيتي of the uterus، بس هو فحص سخيف يعني صراحة، تبقى بتقعدي ماسكة الأسطرة وماسكة البروب والدنيا حوسة يعني. ده نورمال انتي فيرتد انتي فليكسد يوترس، ده ريترو فيرتد ريترو فليكسد. شايفين الانجل بدل ما هي كانت كده سيربكس للكوربس بقت العكس، دي بقت ريترو فليكسد. وفي نفس الوقت الفاندس بدل ما هو باصص فوق بقى باصص ورا خالص، فده ريترو فيرتد يوترس. زمان كانوا بيقولوا ان الريتروفيرتد له علاقه كتيره بالابورشن، ودلوقتي بيقولوا ان هو ملوش اي حاجه خالص، بس ساعات بيعمل بين، يعني وجوده ورا كده ممكن يعمل بين، لكن هو ملوش اي يعني. حتى يعني دكاتره النساء دلوقتي بتقول كل الحاجات اللي هي ليها علاقه يعني مش عارفه جورنج انت كورس تنام على وشها علشان اليوترس، كل الكلام ده كلام فاضي. لكن هو المفروض ان احنا نكتب البوزيشن حتى عشان كاورينتيشن، ان انا ابقى اعرف فين مكان اليوترس بالظبط. دي different positions of the uterus، ده الانتيفيرتد والانتيفليكسد، ده الريتروفليكسد. هو ممكن يبقى ريتروفليكسد بس، ممكن يبقى ريتروفليكسد، ده بنشوفه كتير جدا جدا. عليكم السلام ورحمة الله. الريتروفليكسد ده بنشوفه كتير جدا جدا في حالات الايه؟ السيزاريان سكشن، العينة الوالدة سيزاريان، مكان السكار بيتشد عليه، فبدل ما اليوترس كان واقف كده على السيرفكس يرجع تاني لورا فيعمل ريتروفليكس اليوترس، او ان هو يبقى مزقوق بماس، يبقى الحاجه اللي تعمل ريتروفليكشن هو مزقوق بحاجه او مع السيزاريان سكار. وبقى ده الاخير بقى ريتروفيرتد ريتروفليكس. ده ابدومينال الترا ساوند، بس البلادر هنا مش مليانه قوي، فباين هنا السيرفكس وادي الفاندس. شايفين هنا البوستيريور وول، ما اقدرش اشوف اذا كان فيها حاجه ولا لا، فالاحسن ان انا اعمل ترانس فاجينال اكزامينشن. ده برضو ريترو فيرتد ريترو فليكس ديوترس، دي بيورينال بلادر اتملت بقى، وادي السيرفكس وادي الفاندس باصص ورا. شايفين هنا الديفينيشن بتاع اليوترس الديفايند، فعشان كده يستحسن في حالات الريترو فيرتد ديوترس ان انا اعمل ترانس فاجينا. ادي الترانس فاجينا، برضو اللاند مارك بتاعي هو اليورينال بلادر، وادي اليوترس باصص الناحيه الثانيه خالص. شايفين دي اليورينري بلادر السيرفكس، وادي الفندس، يبقى معكوس خالص اليوترس الناحيه الثانيه، فاعرف ان ده ريتروفيرتد ريتروفليكس يوترس. دي برضو اليورينري بلادر، وادي السيرفكس، ده ريتروفيرتد بقى، شايفين مقلوب كل الورق بس ما هوش ريتروفليكس، فده ريتروفيرتد يوترس. وهنا الاي جي از بريزنت ان سايتو. هي يعني الانجل، احنا الانجل بتاعي ده ريتروفليكسد وده مش ريتروفليكس. شايف ده هنا السيرفكس على الكوربس عامل انجل عكس عكسيه، لكن هنا هو ستريت، اليوترس ستريت ماشي. قبل ما نسيب السلايد ده بس عشان الاي يو جي، احنا قلنا الميزد، اتكلمنا عن الميزد اي يو جي وازاي بنعمله بقى ابدومينال وكده. هنا ايه البروبر بوزيشن بقى ان انا اقول الاي يو جي ده في مكانه؟ الفندس لحد فين؟ لحد الفندس، لحد هنا يعني. طب افرضي ان المايوميتريم تكنت، لا بقيس الاندوميتريم بس، يعني انا بقيس الاندوميتريم من هنا لهنا، المفروض المسافه دي تبقى 5 ملم،
لو هي اكتر من كده يبقى اليوترس الاي او دي ده displaced من مكان. يعني هي اللوب من الفندس بتاع الكافيتي قد ايه؟ فالكافيتي دي ديلينيتد بايه؟ بالاندوميتريوم. فانا بشوف الاندوميتريوم اللاين اللي عند الابر بارت بتاع اللوب حد الاريا بتاعته قد ايه؟ فالمفروض انها تبقى 5 ملم. طيب احنا قلنا سايز بوزيشن شيب. الشيب اوف ذا يوترس ده بقى مهم لان هو اللي هيدخلني في اليوتراين انومالي. وعشان ابقى عارفه النورمال شيب اوف ذا يوترس ان هو بير شيب الفاندس مور ثيكر عن السيرفكس. دي عشان ايه؟ عشان الامبريولوجي بتاعه. الفيميل ريبرودكتيف سيستم بيديفلوب فروم ذا مولاريان داكتس. احنا عندي فيه الديفلوبمنت بتاعته فروم ذا تو مولاريان داكتس ذات اوريجينيت فروم ذا امبريونيك ميزودير lateral to each wolfian duct. الولفيان duct دي بيطلع منها الميل جينيتال وبيطلع منها اليورينري سيستم. عشان كده لما بيبقى فيه انوماليز جينيتال انوماليز بتبقى كومن ان يبقى معاها يورينري انوماليز. البيرد مولاريان duct grow in medial and caudal direction. الموست كفالت بارت تفضل سيبريت ودي اللي هتعمل لي الفالوبيان تيوبس. يبقى هما كانوا اتنين مولاريان ducts. الموست كفالت بارت هتفضل سيبريت وتعمل لي الفالوبيان تيوبس واللور بارت اوف ذا داكت بتدي يحصل لهم لاترال فيوجن عشان يكونوا لي وان كافيتي. فبقول على ده ايه؟ لاترال فيوجن. الميد لاين سيبتم افتر ذات بيديسابير ليفينج سنجل يوتراين كافيتي. يبقى تعمل لي الابر يوتراين كافيتي والسيرفكس والابر تو ثيرد اوف ذا فاجين. يبقى الكافيتي اوف ذا يوترس دول فالوبيان تيوبس هيفضلوا سيبريت وبعدين تبقى يوتراين كافيتي واحده وبعدين السيرفكس واحد وبعدين الابر تو ثيرد اوف ذا فاجينا واحد. يفضل عندي مين؟ اللور ثيرد اوف ذا فاجينا. اللور ثيرد اوف ذا فاجينا ده بيطلع فروم امبريولوجيكالي ديفرنت بليس. بيطلع من اليوروجينيتال ساينس. بيطلع من اليوروجينيتال ساينس وبعد كده يبتدي يحصل له فيرتيكال فيوجن. يبقى اللاترال فيوجن التو كافيتيز مع بعض. الفيرتيكال فيوجن ده عباره عن اللور فاجينال بارت مع الابر فاجينال بارت. يبتدي يحصل السبتم ده يختفي بعد كده وتبقى وان كافيتي. فده بسميه الفيرتيكال فيوجن اللي هو طلع من الساينو فاجينال بالك فيوزس مع الموليريان سيستم وتعمل لي وان فاجينا. فعشان كده انا لو عندي مشكله هتحصل في الامبريولوجي هتحصل في ايه؟ يا اما في اللاترال فيوجن ان الكافيتي فضلت مقسومه او ما اتكونتش خالص زي في الابليزيا او الاجينيس. يا اما انه حصل ديس اوردر في اللاترال فيوجن يا اما حصل ديس اوردر في الفيرتيكال فيوجن. فدايما المشكله في الفيرتيكال فيوجن دي هتعمل لي ايه؟ اوبستراكتد انوماليز. تديني كل الاوبستراكتد انوماليز. يبقى كلوز ديفلوبمنتال ريليشن شيب كمان بين الموليريان والولفيان داكت. يبقى في فريكوينت اسوشيشن بين الجينيتال سيستم وبين اليورينري سيستم. ده الكلاسيفيكيشن القديم من سنه 88. كان في كلاسيفيكيشن كده مقسمين اليوتراين انوماليز انتو 7 كلاسز اللي هو من اول هايبوبليزيا يعني من الاقل من اللي ما فيش خالص لحد ما ايه اللي هي الليس افكشن. كلاس 1 ده اللي كان هايبوبليزيا اور اجينيسيس مش موجود خالص. كلاس 2 يونيكورن وتيوترس. كلاس 3 دايدالفس. 4 البايكورنوت. 5 السبتيت. 6 الاركوت. 7 اللي هو الداي ايثايل سيلبستيرول انوماليز. ودي في الحقيقه ما بقيناش نشوفها لان هي دي كانت بتبقى مشكلتها المادرز اللي بتاخد استروجين دورينج بريجننسي. تكون مثلا كانت بتاخد كونتراسبشن دورينج بريجننسي وبقت بريجننت فهي ما تعرفش. فالفيميل بيبي يجي لها فيري نارو كافيتي اوف ذا يوترس تبقى شكلها تي شيب. فدي ما بقيناش نشوفها قوي هذه الانوماليز. لكن طبعا احنا التقسيمه دي مش داخل فيها الفيرتيكال فيوجن انوماليز. وبالتالي احنا في تقسيمه احسن دي الافضل يعني ان احنا نبقى ماشيين عليها خصوصا ان هي مور ريسنت هي سنه 2000. كلاس 1 استمهم ان هو ديس جينيسز اوف ذا موليريان داكتس. يبقى كلاس 1 ده ديس جينيسز اوف ذا موليريان داكتس ما تكونتش اصلا.
these class بتشمل الأجينيسيس والهايبوبليزيا of the Mullerian system, الانفانتايل والهايبوبلاستيك يوترس والحكولو في الـ في الـ في الاريا دي. اليوترس والأبر ثيرد of the vagina لو هم accent, ده سندروم بنسميه ماير روكاتينيسكي كاستر هاوسر سندروم. ماير روكاتينيسكي كاستر هاوسر سندروم انه بيبقى اليوترس accent والأبر two third of the vagina ويفضل برضه lower third of the vagina, لكن بيبقى الأوفرز present موجودين وكويسين. ده أول class اللي هو dysgenesis of the Mullerian system. class 2 disorders of vertical fusion, ما حصلش vertical fusion, ده اللي هيعمل لي obstructed anomalies. يبقى these anomalies are due to failure of fusion of the Mullerian system مع sino-vaginal bulb. مع sino-vaginal bulb this includes cervical dysgenesis obstructive and non-obstructive transverse vaginal septum. لو فضل transverse vaginal septum, لو septum defenestrated في خرم, العين مش هتشتكي بأمينوريا, لكن هتشتكي من difficult intercourse after marriage. لكن لو هو complete septum هيديني بقى الهيماتوميترا والهيماتوكولبوس والحاجات القصص دي. وممكن كمان يبقى فيه atresia للفاجينا, يعني الفاجينا تبقى atretic مش canalized, وبرضه هتديني obstructed anomalies. يبقى ده class 2 اللي هو disorders of vertical fusion. class 3 بقى اللي هو الأكبر اللي بنشوفه كتير, اللي هم disorders of the lateral fusion. This result in a duplicated or partially duplicated reproductive tract. يا إما duplicated يا إما partially duplicated, على حسب الديفكت وقفت فين. فأنا لو عندي disorders دي, يعني دايما بنقول عليها duplicated uterine cavity. The disorders are due to impaired fusion or septal resorption of the fusing Mullerian ducts. يبقى impaired fusion or septal resorption of the fused Mullerian ducts attempting to form the uterus, cervix and upper vagina. Failure of fusion of the paired Mullerian ducts زي الدايدلفس والبايكورنوت uterus. كمان ممكن نقسمهم تقسيمة تانية. يبقى انا عندي duplicated uterine cavity, على حسب الدوبليكيشن ده في الكافيتي بس يبقى سبيت. لو حصل في الكافيتي وكمان الماينيتريوم بقى بايكورنوت with one single opening on the cervix. لو الاثنين duplicated with two separate openings على السيرفيكس ده بقى دايدلفس. يبقى دول التلاتة duplicated cavities. وممكن يبقى اقل من كده يبقى سبسبتيت بس, يبقى في سبتم بس صغير. وممكن يبقى symmetrical, يعني two cavities قد بعض. وممكن يبقى asymmetrical, يبقى عندي cavity كبيرة وcavity صغيرة, وده اللي بسميه unicornuate uterus with rudimentary horn. بسموهش بقى bicornuate, بسميه bicornuate with rudimentary horn. ودول ساعات بيحتاجوا ان احنا نعمل, لو الرودومنتري هون دي فانكشنينج ساعات بنحتاج نشيلها عشان ما يحصلش فيها البريجننسي, يحصل في الكافيتي الكبير. دول كلهم نسميهم الدوبليكيتد يوتراين انومالي. نعم ويز رودومنتري هون يونيكورنو. لا البايكورنو ده اللي هم اتنين قد بعض, فدول بايكورنو. لكن لو عندي واحد كبير وفي واحد رودومنتري صغير يبقى ده يونيكورنوت وذ رودومنتري. كلاس 4 بقى اللي هو يعني بنشوف منه حالات كتير دلوقتي, اللي هو كومبلكس, يعني يبقى فيه فيرتيكال مع لاترال فيوجن, يعني الاقي فيه دوبليكيتد كافيتي واحده منهم ابستراكت, فيبقى ده الكومبلكس انومالي. الكومبلكس انومالي يعني انا عندي اكتر من اللي هو ايه كلاس 3 سهلة, هي duplicated uterine cavity. خلاص الدوبليكيشن ده of different appearance على حسب الستيج of الانتراكشن بتاع الامبريولوجي حصل فيه. لو هو حصل بس عند السبتم جوه هيبقى سبتيت, يبقى اليوترس من بره 1 يوترس لكن من جوه مقسوم 2. لكن لو اليوترس من بره مقسوم 2, وهنقول يعني هنقول ايه الفرق بينهم في الايمجينج دلوقتي, يبقى ده بايكورنوت. لو مقسوم خالص يبقى ده دايدلفس, يبقى ده دايدلفس. البايكورنوت والدايدلفس يعني ما فيش فينهم فرق جامد, لان عاده ما بنعمل لهمش حاجه, يعني هما دول يعني عايزين دول حتى ساعات بنكتشفهم بالصدفه, الا لو الدايدلفس مكمل لتحت وعامل كمان لونجيتودينال سيبتم في الفاجينا, بنحتاج ان احنا نشيل اللونجيتودينال سيبتم اللي في الفاجينا عشان الابستراكشن. طيب لو هو بقى اسيمتريكال, يعني ناحيه بقت مور ديفلوبد عن الناحيه الثانيه,
ده اللي هديني يونيكورن وتيوترس ميزر دومنتري هورن. يبقى عندي هورن كبيره وهورن صغيره. خلاص ايه لا التو تيوبس هما تو تيوبس. ما هي هي باي كورنو تو تيوبس. هي المشكله حصلت في الكافيتي. هما 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 اتنين موليريان سيستم مش اكتر. هما هيفضلوا اتنين تيوبس برضه. والعكس بقى اليونيكورن وتيوترس اللي ما تكونتش ناحيه من الموليريان سيستم ما تكونتش خالص مش هيبقى فيها تيوب. يعني التيوب هيبقى تيوب واحده بس. هيبقى يونيكورن وتيوترس وتيوب واحده بس. اليوتراين اجينيسيس نمسك اول حاجه اول كلاس فيهم اللي هو اليوتراين اجينيسيس. اليوتراين هايبوجينيسيس اللي احنا زي الحاله اللي شفناها يوترس صغير بس في غير كده مفيش حاجه ثانيه. المشكله بتبقى في يوتراين اجينيسيس ان انا عندي فيميل ويز نو يوترس مفيش يوترس. اليوتراين اجينيسيس طبعا ممكن يكون اللي هو الاجينيسيس اللي احنا لسه قايلينه تبع التقسيمه اللي هو بنسميه ماير كلينسكي هاوستر سيندروم. هو اول واحد وصفه. الموليريان سيستم ما اتكونش وبالتالي ما اتكونش عندي اليوترس والابر تو ثيرد اوف ذا فاجينا. لكن اتكونت اللور ثيرد اوف ذا فاجينا فيبقى عندي فاجينال باوتش. دي اليوريثرا يوريناري بلادر ودي بلايند اندد فاجينال باوتش. شايفين بلايند اندد فاجينال باوتش فيها ميوكوزا. طبعا المفروض ان انا كمان اقيس لهم اللانت بتاعها ان خلاص ربنا قدر العينه دي ما عندهاش يوترس مش هتخلف بس ممكن تتجوز. هيبقى على الاقل ان احنا ممكن نعمل ريكونستراكشن للفاجينا عشان تبقى سايزبل انف علشان الانتركورس. الخطوه الثانيه اول ما الاقيش يوترس ابص على ايه؟ على الجونادز. لازم اتاكد فيه عندها اوفرز ولا لا. فدي عندها اوفرز. طبعا الاوفرز دول ما فهمش فوليكولر اكتيفيتي قوي. العينه دي كان عندها 33 ييرز. انتوا متخيلين عينه بقى يعني عندها برايمري امينوريا اب تو 33 ييرز and she was married. يعني there is nothing يعني خالص. ما سالتش وما قالتش and she was deceiving them ان هي she got menses يعني. وبس جايه بقى 33 ييرز ويعني هي حاولت تخدعني انا كمان تقول ما عندهاش منسز يعني بس مش ممكن ما فيش يوترس. فهي دي يوتراين اجينيسيس لكن هي توتالي فيميل وعندها اوفرز. دي انذر كيس بالصدفه برضه she was married and she was primary amenorrhea. في حالات اليوتراين اجينيسيس don't forget to look on the inguinal region. شايفين العينه دي عندها الانجوينال ريجن بالكي برومينانت. وبعدين بالالتراساوند بقى there is no ovaries but instead there is a testicle and there is seminal vesicles وفي testicles في الانجوينال ريجن. she's a male ودول اللي احنا بنسميهم ايه الاندروجين انسنسيتيفيتي سيندروم. زمان كان اسمه التستيكولار فيمينايزيشن ان هو عندهم تيستيكلز بس التستيكلز ار نوت وركينج وبالتالي بيبقى عندهم الهرمون الوحيد اللي عندهم هو مين الاستروجين. فاندر ذا افكت اوف استروجين يبتدي الاكتوديرم يعمل الساينو فاجينال بل اللي هي هتعمل اللور فاجينا ويبقى عندهم بريست بس البريست بتاعهم ايه زي بتاع الجينيكوماستي فاتي بس وفي شويه دكتس لكن مفيش لوبيولز لان شي از نوت فيميل. فهو ده الاندروجين انسنسيتيفيتي سيندروم. طبعا الليديز دول بيبقوا فيري بور هم عمرها ما هتبقى ميل وبالتالي يعني في ناس قالت ان سايكولوجيكالي ذيس بيشنتس ماست بي تريتد از اف ذي ار فيميل وذ يوتراين اجينيسيس ويشيلوا التستيكلز عشان ما تعملش مالجنس. برايمري امينوري طبعا يعني الجهل ان هي she was married while she has primary amenorrhea وجايبه primary infertility with defective intercourse. فهي طبعا دي مشكله جامده جدا يعني مفيش حد يعني دي عايزه توعيه جدا جدا اصل دول كلهم بيبقوا من القرى والحاجات دي فمفيش ما عندهمش وعي يعني هم عندهم انه ممكن المنسس تيجي كلهم بيبقوا سنهم صغير مثلا 17 سنه وبتاع فمفيش مشكله يعني فدول مشكله.
ما فيش سيرفكس، ما عندهاش سيرفكس، عندها فاجينا صغيره هي، ده ما فيش هنا ترانسبرينيال، لكن هي بال السمول فاجينا كانت باينه بالترانسبرينيال زي الحاله اللي فاتت بالظبط. يعني هي هتبقى شبه كده، عندها سمول فاجينال باوتش بس. فيبقى اذا المهم في اي حاله اجينيسيس انه اول حاجه ان انا اشوف الفاجينال باوتش قد ايه، اتاكد انه ما فيش يوترس، اتاكد انه في اوفرز اور نوت. اف ذير از نو اوفرز يبقى ادور في تيستكلز ولا لا. طب لو ما فيش اوفرز ولا تيستكلز وعندي يوتراين هايبوبليزيا او اجينيسيس، بفكر في حاجات من الاذر كروموزومال ديس اوردرز زي التيرنر سيندروم. التيرنر سيندروم بيبقى عندهم عندهمش غير اكس واحده بس، وبالتالي بيبقى عندهم الاوفرز ديس جينيسيس. الاوفرز عامله زي ستريكس كده بس، فبيبقى ستريكي اوفرز، ودي اللي بنقول عليها برايمري اوفيريان فيلير. يعني دول بنقول ان عندهم برايمري اوفيريان فيلير. يبقى اذا مفيش يوترس، يبقى ابص على الاوفرز، الاوفرز موجوده، يبقى مايا بيكتينسكي هاوسر سيندروم اللي هو يوتراين اجينيسيس. يوتراين اجينيسيس ويز نو اوفرز، اشوف في تيستكلز ولا لا، وطبعا لازم اعمل كروموزوم اشوف الكيريوتايبنج بتاعها. لو في تيستكلز يبقى ده اندروجين انسنسيتيفيتي سيندروم. اي ماست لوكيت ذا بوزيشن اوف ذا تيستكلز بيكوز ذيس تيستكلز ماست بي ريموفد، لان هي كارسينوجينيك. يعني جات لي مره عيانه 33 سنه بايلاترال فوكال ليجنز في التيستكلز سيمينومز، بيجي لهم مالجنس. الخطوه اللي بعد كده بقى مفيش يوترس ومفيش اوفرز او اليوترس هايبوبلاستيك، هفكر في اوفيريان البرايمري اوفيريان فيلير، البرايمري اوفيريان فيلير او الاوفيريان ديسجينيسيس، الاوفرز مش موجوده او مش شغاله كويس. ودول اشهر حاجه بتعمل منظر ده التيرنر سيندروم. طبعا هتلاقوا بقيه السيندروم بقى، تلاقي الفيميل ستانتد جروث واعمل كروموزوم الاقيها 1x. فده بالنسبه لاول كلاس اللي هو اليوتراين اجينيسيس. الكلاس الثاني بقى اللي هو هعتمد فيه جدا على الشيب اوف ذا يوترس اللي هو الدوبليكيتد يوتراين كافيتي. هي ايه اشهر دوبليكيتد يوتراين كافيتي بتقابلنا في البراكتس؟ البايكونو الاركوت. يعني الاركوت مش قوي، اصل احنا الاركوت ساعات بنعديها نورمال. يعني السبتيت، يعني اكتر حاجه بنقابلها في الكلينيكال براكتس هي السبتيت. ليه؟ لان هو السبتيت اللي معاه مشكله. يعني السبتيت بيبقى معاه ايرلي بريجننت، يعني بريماتشور ديليفري، يجوا مثلا على الشهر السادس السابع كده يولدوا بدري لو هي بقت بريجننت، انفيرتيليتي، وممكن يحصل ريبيتد ابورشن. فعشان كده السبتيت مهم عن البايكورنوت وعن الدايدلفس. زي ما احنا شايفين ان انا لو ما جبتش الترانسفيرس بوزيشن مش هشخص. الهيستروسالبنجيوغرافي في اليوتراين انوماليز في الحقيقه، ما خصوصا الدوبليكيتد كافيتي، ما بقاش له رول قوي، لانه في اوفرلاب جامد بينهم. يعني انا ممكن من الهيسترو ده اشخص ان دي ايه؟ بايكورنوت، عشان الانجل عندي وايد، لكن انا بالالترا ساوند ات از سبتيت. لكن في سيك سيبتم، السيبتم بتاعه سيك. يبقى انا اول حاجه في السبتيت ان انا يبقى عندي فيه وايد او لارج ترانسفيرس دايمتر اوف ذا يوترس. يبقى اول حاجه وايد او لارج ترانسفيرس دايمتر اوف ذا يوترس. تو سيبريت اندوميتريال ايكوز، تو سيبريت اندوميتريال ايكوز، وبعدين الاقي فيه سيبتم في النص بيتراوح في الثيكنس بتاعه. ممكن يبقى ثيك ماسكولار سيبتم، وممكن يبقى ثين سيبتم فايبرس سيبتم، وبيتراوح كمان في اللينس بتاعه. هل هو توتال سبتيت ولا سب سبتيت؟ هقول والله ممكن ما نسالش اللي في الاخر، يعني اللي ما يلاقي بقى في اخر المحاضره السؤال بتاعه ما تجاوبش يسالني. خلاص اتفقنا. ده الايه السبتيت. برضو شايفين هنا كونتور من بره سموس. يعني انا لو بصيت لليوترس ده، لو واحد لو هي العينه مثلا فاتحه بطنها، هنلاقي ان اليوترس ده 1 كافيتي من بره. فيبقى السبتيت عندي فيه سموث اوت لاين اوف ذا يوترس. اليوترس من بره سموث اوت لاين، لكن مقسوم من جوه بس. فده السبتيت. طبعا مهمه ان انا احط دوبلر برضو، ان انا اشوف الفاسكولاريتي اوف ذا سبتم عشان المانجمنت. ينفع الدكتور النسا ده يدخل بهستروسكوب تك ويشيل السبتم، ولا هو محتاج مور مانجمنت لو السبتم مور ثيك؟ فيبقى مهم قوي ان انا اشوف الثيكنس اوف ذا سبتم اند فاسكولاريتي اوف ذا سبتم.
ده برضو ده بقى ايه سبسبتيت. وهنا هيجي الرول بتاع ال 4 دي وال 3 دي الترا ساوند. يعني في الجاينا بالذات ال 3 دي وال 4 دي الترا ساوند از اوف لوور سيجنيفيكانس مش زي الاوبستاتريك، لكن هو مهم في اليوتراين انوماليز. يبقى انا لو اخترت انديكيشن واحد لل 3 دي وال 4 دي يبقى هو مع اليوتراين انوماليز او ام ار بقى، يعني يا اما اعمل 3 و 4 دي الترا ساوند يا اما اعمل ام ار. هنا باين لي الكافيتي هنا separated by a septum و 2 separate endometrial echoes، لكن لما جيت اعمل 4 دي لقيت ان السبتم ده in the upper segment only، وبعد كده مفيش، ده سبسبتيت، only small septum is present in the fungus. طبعا ده ممكن يتساب وممكن لا، على حسب هو عامل البيشنت مشكله ولا لا، لان ساعات السبتم ده بينشيت اليوتراين كونتراكشن وبالتالي برضو يعمل لها يوتراين انوماليز ابورشنز، يعمل لها ابورشن. ده pregnancy in septate، شايفين دي cavity والكافيتي الثانيه فيها gestational sac وفيها fetus، الكافيتي اهي والكافيتي الثانيه فيها fetus. طيب ده ستيت البيشنت دي، يعني كنت متابعه معاها في حملين، اول حمل ولدت في السابع وثاني حمل جالها ابورشن، فهي مشكله الستيت كده ان هو بيبقى عندهم ريبيتد ابورشن. ده بقى الباي كورنوت، شايفين ايه الفرق؟ الباي كورنوت بقول عليه فيجر اوف 8 ابييرنس، يعني بدل ما هو كده في الستيت ومقسوم من النص، لا الباي كورنوت مقسوم من بره ومن جوه، فبقول عليه فيجر اوف 8 ابييرنس. ممكن يبقوا اتاتشد لبعض زي كده او ممكن يبقى totally separate، يعني الديجري اوف سيباريشن برضو مختلف، لكن وانس ان بقى فيه indentation from the external surface يبقى ده بقى bicornate. يبقى الindentation external indentation من المينيتريم يبقى ده bicornate. الحالة دي طبعا كانت bicornate زي ما احنا شايفين ويونيكوليس سيرفكس واحد، كان عندها obstructed anomaly، يعني دي complex، دي hematocolpus، شايفين الفاجينا دي ستاندد قد ايه؟ فيبقى عندها كمان obstructed anomaly، فدي كانت complex anomaly، يعني دي class 4 uterine anomaly. ده دايدالفس في 2 سيرفيسيز وفي كمان 2 فاجينا، شايف واحده فاجينا فوق وفاجينا تحت دي ستاندد برضه مقفوله بترانسفيرس فاجينا سيبتم، يبقى دي برضه complex anomaly type 4. وعادة بقى في سندروم تاني بيوصفوه على دول، ان العيانة دي بيبقى عندها اكتوبيك كيدني، فبيسموها obstructed hemi vagina with one ectopic kidney، حتى ليها يعني مختصرينها كده بالاسم يعني. الفاجينا اهي شايفة الديستندد دي، دي هيماتوكولبس، هنشوف بقى منظر ليها بعد شوية. وادي الفاجينا التانية فوقيها، مش احنا اتفقنا ان الفاجينا عبارة عن ميوكوزا ومصل وود، فدي دي عادية فيها ميوكوزا قول لك، ودي البوستيريور فاجينا ديستندد طبعا بقى فلويد بلاد على حسب هي منسترويتنج اور نوت. ده الدايدالفس. يبقى احنا عندنا لو احنا عايزين نفرق بين الباي كورنوت والستيت بالالترا ساوند كان ديمونستريت تو كافيتيز، يبقى في الاثنين الالترا ساوند هيشوف تو كافيتيز ويز تو سيبريت اندوميتريال ايكوس، يبقى في الاثنين هشوف تو كافيتيز ويز تو سيبريت اندوميتريال ايكوس. A reliable means of distinguishing the bicornuate من septate uterus ان انا الاقي concavity في الفندس، دي كانت موصوفه في الكتب ان انا الاقي concavity في الفندس اكتر من ايه؟ من 1 سنتيمتر. لكن خليها بقى حتى لو هي circumferential concavity، يعني مش شرط ان انا اقيس من الفندس، لو انا جبت اليوترس كده ولقيت فيه concavity دي اكتر من 1 سنتيمتر دي تمشي مع البايكورنوت، لو هي اقل من 1 سنتيمتر ممكن همشيها مع السبتيت. فيبقى ان انا الاقي outer concavity سواء كانت في الفاندس او في السيركمفرنشال يبقى دي مع البايكورنوت، لو اقل من 1 سنتيمتر مع السبتي. كمان الانكريزد انتر كورنوال ديستنس، الديستنس بين التو كورنو اوف ذا يوترس بتزيد قوي مع البايكورنوت وبتقل مع السبتي. هي النورمال كام؟ 3.5، النورمال 3.5 سنتيمتر. 3 دي الترا ساوند طبعا لو vital role in this area، ان انا اقدر اجيب اليوترس كورونال فاقدر اشوف الاناتومي بالظبط زي الام ار. ده مثلا يونيكورنوت يوترس بالهيستروسالبنجيوغرافي، طبعا انا بالهيستروسالبنجيوغرافي لما بيظهر عندي يونيكورنوت يوترس لازم اتاكد ان هو ما يكونش ده one part of didelphus uterus، فلازم ابص كويس قوي ان ما فيش قص تاني، او ادخل العينه اعمل لها الترا ساوند عشان اتاكد ان ما فيش other cavity ما بقتش opacified لسه.
اليونيكورن وتيوترس زي ما احنا شايفينه كده في الهيسترو بيبقى بانانا شيب، او زي ما هيقولوا لكم في الام ار برضو بيبقى بنقول عليه بانانا شيب، شبه الايه صباع الموز كده بس الموز التخين يعني. خلاص في الالترا ساوند بقى هشوف ايه، هعرف ازاي اليونيكورن وتيوترس من الالترا ساوند. هو مش اليوترس اليونيكورن ده نص يوترس، وبالتالي الفندس بتاعه هيبقى تيبرنج، الفندس بتاعه مش هيبقى فول كافيتي، هيبقى نص كافيتي. وبالتالي شايفين الفندس بتاعه عامل ازاي؟ تيبرنج فندس، الفندس بتاعه تيبرنج نوت فول، لان هو المفروض يبقى اكملته ان انا هاجي بقى بقيه الايه الكافيتي كده، فهلاقيه راذر سمول ان سايز عن اليوترس العادي، وهلاقي ان لو تيبرنج فندس ده اليونيكورن. بس افرضي ان انت دورتي ما لقيتيهاش كده يعني على جنب ولا حاجه، فلازم تعملي التراساوند. ده الاركود بقى، الاركود ده ولا حاجه يعني، ما لا هو بيأثر على حاجه ولا مانجمنت، بس هو ممكن يديني بس وايد ترانسفيرس دايمتر، فلما يكون في وايد ترانسفيرس دايمتر هشك ان ده يكون اركود يوترس. يعني هو يعني هي ديجريز، يعني هو سبتيت وبعدين سب سبتيت وبعدين اركود، يعني يا دوبك بس في فاندل اندنتيشن على اليوترس. طبعا هو بس ممكن يلخبط في ايه في الهيسترو، يكون في ماس او فايبرويد عامله اندنتيشن على الفندس، فعشان كده يستحسن برضو ان انا لو عندي اي حاله هشخصها انها اركوت يوترس ابص برضو بالالترا ساوند اتاكد انه ما فيش فايبرويد هي اللي دايسه عامله كده، فاتاكد انه ايه ان ده اركوت يوترس. فده طبعا منظر الاركوت يوترس بال 4 جي. ده 3 جي مالتي بلانر بيبريني برضو الكافيتي. فهنا طبعا لو انا جيت خدت البوزيشن ده ممكن اشخص بسهوله، يعني ممكن اشخص رونجلي ان ده سبتيت، يبقى ظاهر عندي التو سبتي، فانا لو لقيت ان انا بعيده قوي عند الفندس فده ممكن يبقى اركود بس مش سبتيت. شايفين كده الفندس كله نور. يبقى احنا كده خلصنا كده كل الايه الدوبليكيتد كافيتيز. يفضل عندي الابستراكتد انوماليز. احنا قلنا الابستراكتد انوماليز هتبقى مينلي عند ايه الفاجينا، وممكن توصل للسيرفكس كمان، تبقى السيرفكس كمان اتريت. ده منظر الهيماتوكولبوس، ده اليوترس، ده السيرفكس والتو ليبس اوف ذا سيرفكس، وادي الاكسترنال اوس، وبعدين نلاقي فيه ديستندد ستراكشر كده، يبقى ده غالبا ايه ديستندد فاجينا. فدي ديستندد فاجينا. العينه دي بس كان عندها حاجه غريبه جدا، انه عندها الفاجينا هنا كانها فيها اليومن، يعني المفروض الفاجينا الاتريتيك او اللي فيها ترانسفيرس فاجينا سته ما بيبقاش شايفه اليومن ده. فيعني انا رجحت ان دي يكون عندها اوبستراكشن هنا عند القص بره، يعني زي الامبيرفكت تايمين او كده. وبعدين لما سالت على الهيستوري بتاعها طلعت ان البنت، يعني مهم قوي الهيستوري والكلينيكال، البنت عندها سيفير يورينري تراكت انفكشن لدرجه انها بتجيب بص من اليوريثرا، وبالتالي الانفكشن غالبا اثر على بقيه البرينيه، محصل لها ستينوزس في اللور فاجينا فحصل لها كده. فمهم قوي الهيستوري اوف ذا بيشنت، لانه كمان احنا عمرنا ما بنشوف فاجينا الاتريزيا في اللور باوتش، دايما الفاجينا الاتريزيا بتاخد الابر تو ثيرد اللي هي تبع الهولاريان سيستم. فدي هيماتوكولبوس، دي انذر كيس اوف هيماتوكولبوس. شايفين الفاجينا، اصل الفاجينا دي بتعدي راس البيبي، فالفاجينا دي ممكن تديستند. انا لسه كان عندي حاله كانت الفاجينا واصله اباف الامبلايكس، يعني الفاجينا بتاعتها لدرجه ان حد كان بره مشخصها اوفاريان سيستم، يعني الفاجينا من كتر ما بقى ديستندد فضلت توصل حاد اباف الامبلايكس والبي واليوترس فوق فوقيها صغير كده. فاذا الفاجينا بتفضل تديستند لاقصى مرحله، وبعد كده يبتدي بقى تطفح على اليوترس وعلى التيوبس، لكن هي في الاول الفاجينا بتبقى ماركت ديستندد. ده منظر الهيماتوكولبوس، والهيماتوكولبوس طبعا بيبقى فيها ايكوجينيك انترنال ايكوز لان هي فيها بلاد. دي برضو نفس الحاله، دي هيماتوكولبوس اهي. طبعا لازم ابص كرينيال اليوترس اهو، كمان الكافيتي بتاعته ديستندد، فكمان فيه هيماتوميترا، فده هيماتو ميتروكولبوس، هيماتو ميتروكولبوس، كل الفاجينا ديستندد واليوترس كمان. بلاش نسال على كل حاله لان كده مش هنخلص. هي الفكره ان هي عندها ستينوزس في اللور فاجينا ماشي، لكن هي عشان كده الاستينوزس ده يعني امبيرفكت تايمين زي كده، ليه عامله ستريكشر بارت ستريكشر كده وبعدين الفاجينا ديستند، فده تفسيرها بس عشان ما حدش يستغرب الصوره. يعني دي الديستندد فاجينا.
خلاص دي منظر الديستندد فاجينا. يفضل بقى السؤال بعد كده هو الاوبستراكشن في انهي ليفل، وده بيفيدني فيه الام ار او الترانسبرينيال التراساوند زي ما اتفقنا. في الحاله دي طبعا هو واصل للبرينيوم تحت، ادي اليوريثرا وواصل لحد البرينيوم تحت، ودي طبعا دي مش محتاجه قوي تشخيص بالالتراساوند، لان هو الجاينيكولوجيست اول ما بيبص على البرينيوم بيشوف البلجنج هايمن، البلجنج بلو هايمن بتاع الامبيرفورت هايمن، فده يعني سهل قوي بيفتحها خلاص وتفضي البلاد اللي فيه. يبقى اول ليفل هو الامبيرفورت هايمن، ان يكون الهايمن نفسه امبيرفورت، وده تيجي العينه في سايكل 2 اول ما يجي لها المنس. لكن ممكن يبقى ابر ليفل شويه، يبقى في عندي لو ترانسفيرس فاجينال سيبتم او ميد ترانسفيرس فاجينال سيبتم او هاي ترانسفيرس فاجينال سيبتم. وطبعا هو مش هيعمل ابستراكشن الا لو هو توتالي سوليد، لو هو في فينستريشن مش هيعمل امينوريا. ده بالنسبه للترانسفيرس فاجينال سيبتم. الحالات دي لازم تتشخص ايرلي والا العينه بتضيع، يجي لها بعد كده اندوميتريومز وادهيجنز في البلفس، ويعني يبقى كده مشكلتها جامده جدا ويعمل لها انفيرتيلتي. دي حالة تانية محدش مثلا يقول على دي هيماتوكولبوس. ليه؟ لان في مايوميتريوم، في ثيك مايوميتريوم سراوندنج، لكن انا مش شايفه حاجه بعد كده، يعني انا شايفه الكوربس اوف ذا يوترس فقط وبعد كده مفيش حاجه. يبقى في الحاله دي في الترانس ابدومينال الترا ساوند ما فادنيش، انا ظهر عندي هيماتوميترا لكن الليفل اوف ابستراكشن فين انا مش شايفه. وقتها بعمل ترانس بيرينيال، ادي اليوريثرا، في لونج 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 فاجينا، بس الفاجينا دي مالها؟ عباره عن هايبو ايكويك كورد ما فيهاش ليومن، فدي اللي بنقول عليها فاجينا الاتريزيا، فاجينا نوت كانالايز، ودي بتحتاج طبعا ان هي تتعمل لها فاجينا ريكونستراكشن. فدي الفاجينا الاتريزيا، ودي واحده من ضمن طبعا هي عندها كمان سيرفايكو فاجينا لان احنا مش شايفين السيرفيس، ودي يعني عملنا لها كمان ترانس ريكتال عشان نقدر نشوف لما تكون لونج فاجينا الاتريزيا كده مش هقدر اجيبها من الترانس برينيه، فوقتها ممكن اعمل ترانس ريكتال. فدي هيماتوميترا ديو تو فاجينا الاتريزيا. انا بديكوا اكزامبلز كتيره للايه؟ للابستراكشن. في حالات كتير ممكن نشوفها بعد كده، بس دي الاساس ان احنا ازاي نشخص الترانسفيرس فاجينا سيبتم وازاي نشخص فاجينا الاتريزيا، ان انا هلاقي فيه على حسب الليفل اوف ابستراكشن اشوف الايه. اذا كان في الفاجينا كلها اتريتك يبقى هيبقى عندي هيماتوميترا، بس لو الابستراكشن تحت شويه هيبقى عندي الاول هيماتوكولبوس وبعدين هيماتوميترا. دول الابستراكتد يوتراين انوموس. يبقى احنا خلصنا كده ثلاث حاجات في اليوترس، السايز والشيب والبوزيشن. فاضل عندي بقى الاندوميتريوم والمايوميتريوم والسيرفكس والاندوسيرفايكال كمان. ريجاردنج الاندوميتريوم، الاندوميتريوم ده هو الحاجه السايكليك في اليوترس، هي بتتغير كل شهر، بتتغير اكوردنج للايج. لو انا خدت الديفرنت سيكونس، الدايجرام ده في الحقيقه لطيف لانه موريني الديفرنت سيكونسز اللي انا ممكن اشوفها في اليوترس، الديفرنت ايجز بتاع الاندوميتريوم. اول واحد ان انا الاقي الاندوميتريوم ثيك وفي هايبو ايكويك كونتنتس انسايد اللي هو عباره عن البلاد، وده بشوفه في فيرست داي اوف منستريشن. الكلام ده بشوفه فين؟ في الفيرست داي اوف منستريشن. وده يمكن نفس المنظر اللي هشوفه لو العينه عندها امبلانتيشن بليدنج، عينه مثلا عامله اي في اف وايجر بقى انها تو جيت بريجننت وابتدى يجي لها شويه سبوتنج، فبتيجي تجري تشوف ايه اللي في اليوترس، هلاقي المنظر ده. مش هشوف لسه بيبي، لكن هشوف شويه بليدنج نتيجه الامبلانتيشن انسايد ذا يوترس. يبقى المنظر ده بشوفه في الفيرست داي اوف منستريشن. يبقى عينه جايه تعمل عندي سونار في الفيرست داي اوف منستريشن، هلاقي هذا المنظر. باي ذا اند اوف منستريشن هلاقي الاندوميتريوم ده خلاص كله شدد، فالاندوميتريوم هيبقى عباره عن وايت لاين ثين اندوميتريال سترايب اللي هو عباره عن الكافيتي بس، الاندوميتريوم خلاص كله وقع، يبقى فضل بس اللاين اوف ذا كافيتي، كولابسد كافيتي عامله وايت لاين في النص بس. يبتدي الاندوميتريوم ده اندر ذا افكت، احنا عندنا تو هرمونز الاستروجين والبروجستيرون، اندر ذا افكت اوف استروجين يبتدي الاندوميتريوم ده يزيد في التكنس بتاعه،
عشان كده الناس اللي عندهم هايبر استرونيزم بتاع البي سي او بيبقى عندهم الاندوميتريوم تيك قوي لانه عندهم استروجين كتير فبيعمل بروليفريشن كتير فيبتدي الاندوميتريوم يحصل له بروليفريشن لكن بيبقى في الايكوجينيست بتاعته ايه هايبو ايكون اسود ليه لان الاندوميتريال الاستروجين بيمنتين البروليفريشن لكن ملوش دعوه بالاندوميتريال جلاندز لما يحصل اوفيوليشن ويبتدي البروجستيرون يطلع ده ايرلي بروليفريتيف فيز وده ليت بروليفريتيف فيز لما البروجستيرون يطلع يبتدي البروجستيرون يخلي الاندوميتريال جلاندز تبقى مور فيسيت وبالتالي تبقى مور هايبر ايكوت فلاقي الاندوميتريوم بقى هايبر ايكوت في السكريتوري فيز يبقى انا عندي الاندوميتريوم الاول تين لاين في البوست منسترول وبعدين ايرلي بروليفريتيف بيبقى الاندوميتريال تيكنس من 4 تو 8 ملم ان تيكنس في البيري اوفيولاتوري بيبقى من 6 تو 10 ملم وفي السكريتوري فيز بيبقى من 7 ل 14 ملم نيجي بقى نشوف الايكوجينيستي بتاعته على الصور ده نورمال اندوميتريوم ازاي بنقيسه يبقى انا بقيس الايكوجينيك اندوميتريوم اونلي السب اندوميتريال هالو از نوت انكلودد السب اندوميتريال هالو دي هي البيزال لاير هي اللي الاندوميتريوم بيريجنريت منها كل ايه افري مانث فدي السب اندوميتريال هالو عندي ازاي بقيسه ده سترايتد كده ده البيري اوفيلاتري يعني بين ده وبين ده بين البروليفريتيف وبين الاندوميتريوم اللي هو السكريتوري برضو لو عندي حاجه عامله سبلاينج للكافيتي انا المفروض اما بقيس الاندوميتريوم بقيسه ان دبل لاير تيكنس مش بقيس ليفلت واحده هو على بعضه طب لو في حاجه فاصلاه يبقى هقيس كل لاير لوحدها واجمعهم ده بيتفصل بايه يا اما عندي فيه شويه فلويد في الكافيتي كده ده برضو ايرلي بروليفراتيف لان الاندوميتريوم شايفين الصوره دي مبينه الاندوميتريوم حلو قوي ده اللاين اللي هو ريليتد للكافيتي وده الاندوميتريوم نفسه وده اللاين بينه وبين السب اندوميتريال هاب فده اللي انا بقول عليه التريبل لاين ساين بتاع الايه البروليفراتيف فيز في السكريتوري فيز بيبقى هايبر ايكو في اي يو دي برضو يبقى انا مش هقيس الاي يو دي معايا انا هقيس الاندوميتريوم ناحيه واحده بس واضربه في اثنين او اقيس التو لايرز ده البروليفريتيف هنمسكهم يعني بقى ايه يعني الخط طبعا خلاص بقى واضح انه خط ده البروليفريتيف ده ايرلي بروليفريتيف فيز لان هو ما بقاش ثيك قوي لكن هو ده بسميه التريبل لاين ساين او الثري لاين ساين لان عندي اللاين بتاع الكافيتي وبعدين الاندوميتريوم نفسه وبعدين اللاين اللي هو بينه وبين السب اندوميتريال هالو اللي هو الخط الاسود الرفيع ده اللي ماشي داير داير ده هو ده السب اندوميتريال هالو ده الليت بروليفريتيف فيز اندوميتريوم بقى مور ثيكر لكن ستيل هايبو ايكون فده ليه بروليفريتيف فيز بعد كده هدخل في الايه في السكريتوري فيز يبتدي الاندوميتريوم يبقى هايبر شايفين فرق الايكوجينيستي وبالتالي لما يبقى هايبر الثري لاين ساين ده هيختفي هو كله بقى ايه بقى هايبر ايكون الثري لاين ساين مش موجود والسب اندوميتريال هالو موجوده الخط الرفيع ده هو السب اندوميتريال هالو يبقى ده سكريتوري ايرلي وده سكريتوري ليت ان بتوين ممكن يبقى اندوميتريوم بهذا المنظر الاقيه ابتدى يبقى سكند هايبر ايكوت لكن لسه في ارياز هايبر يعني ممكن نقول عليه سترايتد ابييرنس في بعض الكتب هتلاقوها كاتبه 5 لاين ساين بقى يعني اي حاجه فده البيري اوفيولاتوري فيز يبقى المنظر ده في البيري اوفيولاتوري فيز بين البروليفراتيف وبين السكريتوري فده المناظر المختلفه للاندوميتريوم في الديفرنت هو مهم قوي الاندوميتريوم ده مهم جدا طبعا انا ممكن العينه يبقى عندها عينين الانفيرتيليتي اللي بيجوا يعملوا فوليكيولومتري لو انا ما قستش الاندوميتريوم وشفت الايكوجينيستي بتاعته العينه لو عندها جود اوفيولاتوري ريسبونس لكن الاندوميتريوم بتاعها ثيني هيحصل امبلانتيشن لا محتاجه تاخد بقى تريتمنت في السكند هاف اوف ذا سايكل عشان تكبر الاندوميتريوم او يبقى عندها مشكله في البروجستيرون نفسه البروجستيرون قليل وبالتالي الثيكنس بيفضل زي الايه الاستروجين دي اللي بنسميها الويتيال فيز ديفكت فيبقى مهم في الاوفيولاتوري ريسبونس زي ما بشوف الفوليكلز اشوف برضو الاندوميتريوم كويس خلاص يبقى دي الديفرنت ابييرنس بتاع الاندوميتريوم الكوزز بقى طيب انا الاندوميتريوم عندي ايه مشكله الاندوميتريوم يتخن زياده عن اللزوم يعني يبقى اول حاجه يبقى فيه ثيكنينج اوف ذا اندوميتريوم ايه الكوزز اوف اندوميتريال ثيكنينج الكلام ده في التشايلد بيرنج ايج في التشايلد بيرنج ايج
يبقى العينه بتجيلها اندوميتريال ثيكنج عاده بيبقى الكومبلين بتاعهم ايه؟ ديسفانكشنال يوتراين بليدنج، صح؟ الناس اللي عندهم اندوميتريال ثيكنج عاده الكومبلين بيبقى ديسفانكشنال يوتراين بليدنج. الحاجه الفوكال يا اما حاجه فوكال يا اما حاجه ديفيوز. الحاجه الفوكال اللي هي الاندوميتريال بوليب، وهنقول هي ايه الاندوميتريال بوليب او الاندوميتريال هايبربليزيا، ان الاندوميتريوم كله بقى هايبر بلاستيك. وده امتى بقى اقول عليه هايبربليزيا؟ لو زاد الثيكنس بتاعه عن 16 ملم. يبقى لو الثيكنس اقل من 16 ملم ماشي، اكتر من 16 هبتدي اقول ان ده هايبر بلاستيك اندوميتريوم. فرق برضو في الشايلد بيرنج ايج ده مع الايرا اوف كانسر بريست الفظيعه، الناس دي بتاخد تاموكسيفان، فمهم قوي ان انا اسال على التاموكسيفان انتيك. فالتاموكسيفان بيتخن الاندوميتريوم طبعا. الحالات كلها بقى اللي ريليتد للبريجننسي ديس اوردرز، سواء بقى اكتوبيك اي حاجه اللي هي تعمل دي، هتعمل ثيكنينج في الاندوميتريوم لدرجه ان ساعات في الاكتوبيك من الثيكنس بتاع الاندوميتريوم الجامد بقول عليه سودو جيستيشنال ساك ابييرنس، متهيئ لي ان هو في انترا اتراين بريجننسي. دي اهم كوزز في الايه في التشايلد بيرنج ايج. اندوميتريال كارسينوما از فيري 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 رير، لكن برضو مش ابسولوت عشان نبقى عارفين، يعني هي مش ابسولوت، يعني بنشوف حالات يعني بتبقى غريبه طبعا، بس بتبقى انواع معينه زي الكلير سيل كارسينوما، الكارسينو ساركوما ممكن يطلعوا في الايج ده، لكن عاده الاندوميتريال كارسينوما از نوت ان ذات ايج. دي شكل البوليب. الاندوميتريال بوليب دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن بوليب اور ليجن طالع من الاندوميتريوم ذات تيكس سبيس ويذين ذا يوتراين كافيتي، هو واخد حيز جوه اليوتراين كافيتي. وبالتالي من اهم التشخيصات ليه دايما يعني دونت رش تو اذر ايمجينج موداليتيز، يعني الاشعاعات غليت قوي والناس بقت تعيط منها وكده، فدونت رش تو اذر ايمجينج موداليتيز. لو انا عندي اندوميتريال بوليب، وعاده الاندوميتريال بوليب في الايج ده موستلي بيناين، انا ممكن اديها تايم اعمل فولو اب افتر ذا نيكست منسز، بعد المنسز على طول. المفروض بعد المنسز على طول يبقى الاندوميتريوم ايه؟ ثين لاين. لو انا لقيت بقى الفوكال ليجن ده لسه موجود يبقى ده بوليب. غير كده ان البوليب دي هتبقى ديلينييتد بالهايبو ايكويك اندوميتريوم حواليها، فهقدر اشوفها كويس. في بقى ساينس ثانيه برضو هتشخص لي ادي بوليب اهي، شايفين دي بوليب. البوليب بتبقى عاده شبه مين؟ شبه الاندوميتريوم، فبتبقى هايبر ايكويك، وبيبقى ساعات فيها سيستيك تشينجز زي بالظبط الاندوميتريوم اللي هو فيه هايبربليزيا، الاقيها هايبر ايكويك وفيها سيستيك تشينجز. لكن ده ما يمنعش ان في بعض الاحيان برضو بتبقى هايبو او ايزو ايكويك، لكن هي الاساس هايبر ايكويك. ودي عشان نفرقها من الاذر انتر كافيتري ليجن المهم اللي هو مين؟ سبميوكس فايبرويد. يبقى ده الاندوميتريال بوليب هتبقى فوكال ليجن، شايفين في حواليها هالو اللي هي عباره عن البروليفريتد اندوميتريوم، وليها بقى بالدوبلر ساين مهمه فاسكولار بيديكل ساين. اي جروث لازم يبقى جيله بلاد فيسل، ما ينفعش حاجه بتنمو وتكبر وما يبقاش فيها بلاد فيسل، فالجروث بتاع البلاد فيسلز بيبقى جاي لها منين؟ وان فيسل داخل في البيديكل بتاعتها، وده بسميها الفاسكولار بيديكل ساين. الفاسكولار بيديكل ساين ما هياش سبيسيفيك للاندوميتريال بوليب، دي لاي حاجه اي بوليب. بوليب انتراداكتال ماس في البريست، بابيلوما في البريست هلاقي فيها فاسكولار بيديكل ساين. برضو البوليب بتاع السيرفكس بيبقى فيها فاسكولار بيديكل ساين، فدي اكيد ان دي فوكال ماس وداخل لها فيسل فروم وان سايد اونلي. البوليبس دي ممكن تبقى سيستايل وممكن تبقى بيدانكوليت لدرجة انها ممكن تحصلها بروتروجن من الفاجينا، لدرجة انها كان بروترود فروم ذا ايه فاجينا، ويبص عليها الجيناكولوجيست يلاقي في بوليب طالعة من السيرفكس، لكن هي اساسا مش سيرفايكال، دي جاية من الاندوميتريوم. فمهم عشان كده السونار مهم في كده، حتى لو انا شايفة اكسترنال بوليب بالايه بالسبيكيولم العادي. دي انذر بوليب، شايفين الهالو ساين حواليها، فمعنى كده ان دي مش الاندوميتريوم كله، دي فوكال ماس موجوده جوه الاندوميتريوم، اندوميتريوم سبلايد عليهم. دي انذر بوليب، بس دي في الحقيقه بقى بوليب كبيره شويه وفاسكولار. لما الاقي البوليب كبيره شويه وفاسكولار لازم طبعا
الافضل انها تتشال. البوليبس الصغيره بيعالجوها كونزرفاتيف، يعني ممكن يدوها تريتمنت وبتبقى شدد مع المنسز بعد كده وبتمشي. فمهم جدا ان انا اسس كمان الفاسكولاريتي، لكن دي لارج بوليب طالعه من الايه، من الاندوميتريوم هايبر ايكويك، وفي حواليها الهالو اللي موجود ده. دي بوليب. Is this the same؟ ايه الفرق بينها وبين الحاله اللي فاتت؟ الايكوجينيستي مختلفه. هي دي بقى ايزو ايكويك للمايميتريوم، شايفين شبه المايميتريوم بالظبط، وليها بيز على المايميتريوم، ليها بيديكل كده طالعه من المايميتريوم، والاندوميتريوم سبلايد اون ات، فيبقى دي انتراكافيتري فايبرويد. احنا ما ناخد انواع الفايبرويد، هي في منهم انتراكافيتري وفي سبنيوكس، في فروقات بينهم هنعرف ايه الفرق. فدي انتراكافيتري او يعني داخله جوه كلها جوه الكافيتي بتاع اليوترس. الباسكولاريتي بتاع الانتراكافيتري فايبرويد مختلفه، ما فيهاش باسكولار ميديكال ساين، بيبقى فيها زي الفايبرويد العاديه، بيبقى فيها بريفرال فيسلز جايه لها من ايه، من جميع النواحي، فما بيبقاش فيها باسكولار ميديكال ساين. ودي برده من ضمن الحاجات اللي بتشخص لنا البوليب من الفايبرويد. طبعا دول لازم يتشالوا، يعني لو لارج بوليب او فايبرويد كده، لانها طبعا هتعمل ابستراكشن وابورشن، ويعني هتعمل مشاكل جامده، بليدنج على الاقل. على فكره هي في بوليب ثانيه تحتيها، في حاجه بوليبويد كده، وفيها سيستيك تشينج، هي يعني ست مبخته، عندها بوليب وعندها فايبرويد. طبعا الفور دي برضو ممكن ياسس الانتراكافيتري ليجنز برضو كويس. طبعا هو واضح هنا فرق الدنسيتي بين البوليب دي والاندوميتريوم السراوندنج اندوميتريوم، ده كورونال وده اكزيال فيو، مبين البوليب كويسه ومبين الاندوميتريوم حواليه. ده بالنسبه للبيري مينيبوزل. اما البوست مينيبوزل بقى لهم ايه اسباب تانية مختلفه خالص. البوست مينيبوزل بليدنج طبعا الموست، يعني اول حاجه هنفكر فيها الاندوميتريال كارسينوما، لكن لازم نبقى عارفين ان في اسباب عديده جدا. الاندوميتريال كارسينوما از نوت ذا كومن، ممكن العينه يكون عندها اتروفيك اندوميترايتس او فاجينايتس. العينين بعد المينيبوز الاندوميتريوم مش شغال بقى، ومفيش سكريشنز كفايه، فبالتالي العينه بيجي لها انفكشن، فيبتدي ممكن يجولهم فاجينايتس او اندوميترايتس. ودي طبعا برضه هتشخص بالكلينيكال، عينه عندها كوبيوس ديسشارج اوفنسيف وعندها شويه بليدنج، يبقى احنا هنشخص اندوميترايتس او فاجينايتس. اندوميتريال او سيرفايكال بوليب، يكون عندها اندوميتريال بوليب او سيرفايكال بوليب، برضه ممكن تيجي في الايدج ده، بس البوليب ده في الايدج ده مش هنسيبها، لازم هنشيلها، يعني الاندوميتريال بوليب ان ذات ايدج مش هنسيبها كونسرفاتيف، لازم تتشال عشان فيها نسبه مالجنس برضه. عينه بتاخد اكسوجينس استروجين، بطلنا ندي استروجين لان الناس عندها استروجين كفايه، فبطلنا ايه، الناس ما بقاش حد ياخد اكسوجينس استروجين. لكن الثلاثه بقى اللي بيخوفونا، ان العينه تكون عندها اندوميتريال هايبربليزيا، برضو الهايبربليزيا ان ذات ايج از فيري ورنينج، لازم اعمل لها دي ان سي، لازم دي ان سي، اندوميتريال هايبربليزيا، اندوميتريال كانسر، والميسلينيس زي بقى سيرفايكال كارسينوما، يوريترال كرانكل، يعني اللي عندهم يوريترال انفكشن وبيجي لهم يوريترال كرانكل ممكن يحصل لهم بليدنج. ده منظر الاندوميتريال هايبربليزيا، شايفين التكنس قد ايه؟ الاندوميتريال تكنس كام هنا؟ 16، يبقى هنا الاندوميتريوم ماركتلي ثيكند، والاهم من الثيكنس ان هو فاسكولار. مش عارفه ده فيديو كان ولا ايه؟ فاسكولاريتي، يبقى هو ثيكند هيتروجينس، في سيستيك تشينج، وفي فاسكولاريتي. انا بقى بالخبره يعني، عشان اهم حاجه على فكره لما تشوفوا عيانين اعرفوا الفيدباك بتاعهم، اعرفوا طلعوا ايه، ده بيعلم جدا جدا، بيخليك عمرك ما تغلط بعد كده. انا لاحظت ان كل العينين اللي عندهم ثيكند اندوميتريوم فاسكولار كتير منهم بيبقى عندهم اتيبيكال سيلز، يعني بري كانسر، لان يعني هو دايما الكانسر سيلز هي اللي بتنشيت الانجيوجينيسيس، هي اللي بتخلي فيه بلاد فيسلز، فدايما لما الاقي حاجه فاسكولار لازم اخدها بحذر، حتى لو هو مش ثيكند قوي اعمل دي ان سي برده في الايدج بتاع البوست مينوبوزال ايدج. فده بالنسبه للهايبربليزيا، يبقى لازم اشوف الدبلر فاينز،
يبقى اذا في التكند اندوميتريوم الدبلر مهم جدا. يبقى انا لو اشتغل في مكان افضل ان انا اجيب جهاز فيه دبلر، لان الدبلر مهم جدا. كمان لما نيجي في الاوفاريان هيبقى الدبلر فايتال ان انا اشوف اذا كان ده سوليد ماس ولا ده مجرد انسيبيسيتد ماتيريال انسايد ذا اوفري. الاوفري بقى مليان فايبرين ديبوزيشن ومليان حاجات تانية كتير. فيبقى الدبلر مهم ان ذا اسسمنت اوف هايبربليزيا اند ان ذا اسسمنت اوف اندوميتريال بولي. نيجي بقى للاندوميتريال كارسينوما. احنا قلنا الاندوميتريال كارسينوما هي الموست كومن مالجنسي في البوست مينيبوزال ايج جروب، هي الموست كومن في البوست مينيبوزال with a very large incidence من البوست مينيبوزال اللي بيجي لهم يوتراين بليدنج 10% منهم بيطلعوا اندوميتريال كارسينوما. مش من كل البوست مينيبوزال يعني، تبقى نسبه كبيره قوي يعني 10% من الناس اللي عندهم بوست مينيبوزال بليدنج يبقى سببهم اندوميتريال كارسينوما. ساعات بيبقى فيه كده يعني حاجه بتنهانس الدايجنوزس بتاعي. يعني دايما العينين بتاع الاندوميتريال كارسينوما يجي لهم شويه انتراب دي فلويد جوه اليوتراين كافيتي فاقدر اشوف الماس، ابقى عامله زي ما اكون عامله سونستراب. دي الكافيتي ستاندد باي فلويد وهنا في فانجيتنج ماس ارايزنج فروم ذا بوستيريور يوتراين فونكس. يبقى في عندي، يبقى اذا الاندوميتريال كارسينوما ممكن تبقى جايه في حته بس فوكال، ممكن تبقى ديفيوزلي واخده الاندوميتريوم كله. فمهم قوي في الحالات دي ان انا ابص عليها كويس. نرجع تاني نراجع مع بعض. احنا قلنا ان البوست مينيبوزال اندوميتريوم المفروض ان هو يوجوالي اتروفيز، يبقى اتروفيك، يبقى ثين لاين. نورمالي بيبقى ليس ذان 3 ملم، لكن ممكن اعتبر انه اب تو 3 تو 5 ملم، يبقى من 3 تو 5 ملم. لكن ساعات احنا في الدايمنشنز ما بنبقاش ستريكت قوي. يعني فرضا جايلي عيانه عندها 55 ييرز وهي مينيبوزال اونلي فروم 1 يير، ولقيت الاندوميتريوم 7 8 مشيها يعني عديها ونعمل لها فولو اب افتر 6 مانس. فيبقى اذا الاندوميتريال ثيكنس اوف 7 ملم از اكسبتد ان وومن اندر هرمونال ثيرابي. احنا قلنا ما بناخدش هرمونال ثيرابي. في حاجات ثانيه مش هرمونال ثيرابي اللي هو اندوجينس هرمون. حد يديني مثال كده. عين عندها استروجين كتير من ايه؟ عين اوبيز، الفات ده بيدي استروجين، عشان كده الاوبيزيتي هتلاقوها من ضمن الريسك فاكتورز فور كانسر بريست عشان هو بيطلع استروجين. فيبقى لو عيانه اوبيز، لو عيانه عندها ليفر بروبلم، عندها ليفر سيروزس، لان الليفر هو اللي بيكسر الاستروجين وبالتالي بيفضل الاستروجين عالي. فالعيانين السيروتيك هلاقي الاندوميتريوم بتاعهم ثيك، اعديها برضه يبقى في كوز. فمهم قوي ان انا يعني اساس الكلينيكال اوف ذا بيشنت عشان اعرف امشي دي يعني كونزرفاتيف ولا لازم تعمل دي ان سي. لو هي بقى اكتر من 8 ملي لازم اعمل لها دي ان سي وات ايفر ستيج. الا لو عينه بتاخد تاموكسيفان برضو ممكن اكسبتبل لحد 16، لان التاموكسيفان هو يعني معروف انه بيتخن الاندوميتريوم لحد مقاس معين، برضو لحد 16. لو ابتدى يزيد عن كده بيغيروا التريتمنت. تاموكسيفان هو التاموكسيفان بيشتغل على الاستروجين ريسبتورز، بيقفل الاستروجين ريسبتورز، هو انتي استروجين بس بيعمل تيكنينج في الاندوميتريوم. ليه بقى الكلام ده احنا بنقوله؟ لان الجريد 1 كارسينوما it only present as widening of the endometrial stripe فقط. يعني الجريد 1 endometrial كارسينوما اللي احنا نحب نشخص في جريد 1 قبل ما تعمل infiltration للوترس دي هتبقى السب نيكوز الهالو بريزيرفد والاندوميتريوم بريزيرفد. تمام؟ الاندوميتريوم كارسينوما ستيجنج بقى ايه الستيجنج بتاع الاندوميتريوم كارسينوما ده هنشوفه اكتر واحنا بنتكلم في الام ار. لكن ناخد فكره كده انه اللي هو ستيج 1 كونفايند تو ذا كوربس، يعني موجوده في اليوترس بس. سواء بنقسمها بقى 1A وB وC اكوردنج لدرجه الانفلتريشن في المايميتريوم قد ايه. لو هي اكستندنج تو ذا سيرفكس بقت ستيج 2. لو هي سبريدنج تو ذا فاجينا دي بقت ستيج 3. لو وصلت للفاجينا او عملت سبريد للادينكس ريجن او للباراميتريوم او للايلياك والفرا اورتيك فيسلز دي بقت ستيج 3. لو هي كمان في ديستانت ميتاستاسيس دي خلاص بقت ستيج 4. ده الستيجنج الفيجو ستيجنج اللي هي الفيدريشن اوف جاينيكولوجي اند اوبستريك. للاسف هم لسه الستيجنج ده هو اللي معمول بيه في العالم يعني، لكن هو
كلينيكال ستيجنج، المفروض يبقى في ايمجنج ستيجنج، لكن احنا بننتربريت ده اكوردنج للايمجنج ان هو واصل قد ايه. طيب حاله زي كده هوصفها ازاي؟ انا عندي هنا ده الترانس فاجينال بروب، ادي اليوترس ال اس، ادي الفندس، وادي السيرفكس. يا اما اوصفها على ان هي لارج ايكوجينيك ماس ديستندنج ذا يوترين كافيتي، لان هو الاندوميتريوم ما بقاش تكن، ده هو بقى عباره عن ماس، فانا هوصفها على ان هي لارج ايكوجينيك ماس ديستندنج ذا يوترين كافيتي. وطبعا بالدبلر طبعا ان هي تبقى ماس كده كبيره قوي وما هياش عامله انفلتريشن للمايميتنيوم، يعني لسه الهالو بريزيرفد، دي غالبا بتبقى اوف لو جريد مالجنس، يعني بتكبر بس ايه بالراحه يعني. وهي فعلا دي طلعت جريد 1 على حجمها الكبير دي، بريفرال فاسكولاريتي، وبعد شويه فاسكولاريتي توردز ذا سنتر، لكن الهالو بريزيرفد. لو انا عايزه اتاكد، انا عندي مثلا الاريا دي فيها ديسربشن شويه، لو انا عايزه اتاكد طبعا لازم اعمل ام ار اي اشوفها ستيج 1A ولا 1B. دي another case endometrium thickened قوي لكن هو irregular وداخل شوية على الميميتريوم، فدي بقت ستيج 1B، يبقى دي endometrial carcinoma 1B. دي another case، شايفين الendometrium هنا thickened، في شوية fluid جوه الكافيتي، لكن الendometrium thickened و irregular، وفي هنا كمان abnormal vascularity in that part، وفي infiltration للميميتريوم، دي بقت 1C. يبقى ده different staging اللي هي within the uterus. مشكلة الأشعة بقى ان هي ايه؟ شادس، فما فيش ابيض واسود، في جري كتير في النص. طبعا this case انا اول لما هبص عليها الاقي ان الاندوميتريوم هنا indistinct outline، صح؟ وفي زي انفلتريشن للانتيريور وول، وفي بلاد فيسلز. طبعا دي انا كتبتها اندوميتريال كارسينوما جريد 2، يعني جريد 1 بي او 1 سي كمان، بس الباثولوجي طلع بقى حاجه كده خالص، طلع ادينومايوزس، فوكال ادينومايوزس. احنا هنتكلم عن ادينومايوزس بعد شويه. الادينومايوزس بيعمل ديسربشن للجنكشنال زون، لان الاندوميتريال جلاند بتدخل جواه، والاندوميتريال جلاندز تبتدي تدخل جوه المايميتريوم، صح؟ فعشان كده كانت مديه منظر شبه المالجنسي. لكن برضو انا لو شفت الحاله دي تاني هكتب عليها مالجننت فور بايوبسي، لازم اعمل لها دي انسي. الفيزيكولار بول هنتكلم عليه بقى بالتفصيل في اللي هي واحده من ضمن الثيكنينج اوف ذا اندوميتريوم. شايفين ده منظره، ده الديفينيت ابييرنس بتاع الفيزيكولار مول اللي هو السنو ستورم ابييرنس، او ان انا بلاقي ايكوجينيك ماس وذ مالتيبل سيستس انسايد، هو ده التيبيكال ابييرنس اوف مولر بريجنسي. وطبعا بلاقي معاه الثيكال فيان سيستس. في انتيتي من المولر اللي هي الكوريوكارسينوما، هنتكلم عليها برضو واحنا بنتكلم في الاوبستاتريك، ان الكوريوكارسينوما دي 2% اوف كيسز بتبقى كوريوكارسينوما. في الايج دايما بيبقى ايج اعلى شويه، يعني اذا كنا بنشوف المولر بريجننسي في التشايلد بيرنج ايج، الكوريوكارسينوما بنشوفها في الاربعينات، يعني ايج اكبر شويه. الاندوميتريوم هنا ريجولار، مش شايفه طب اندوميتريال هالو، وهنا في ثيكال اوتيان سيستس في الاوفري، ودي بتبقى دايجنوستيك للتروفوبلاستيك ديزيز عموما. ده منظر السونوهيستروغرافي، ان انا الاقي الكافيتي ديستندد باي فلويد، ثين اندوميتريوم، هي نورمال، دي حاله نورمال، بس انا بوريكم منظر النورمال سونوهيستروغرافي ازاي ان انا بعمل ديستنشن للكافيتي. دي بوليب زي الكبيره اللي احنا شفناها، وهنا ده الكافيتي ديستندد، واضح طبعا ان هي فوكال ليجن ما هياش، بس يعني في الحقيقه مع الواحد لما يتدرب شويه على الترانس فاجينال مع الفولو اب، وان انا اعمل في الايرلي بوست منسترول، هقدر ان انا اشخصها من غير سونوهيستروغرافي. دي سب ميوكس فايبرويد، شايفين الفرق بينها وبين الانترا كافيتري، هي جزء منها بس اللي داخل جوه الكافيتي والباقي انترستيشيال، فدي سب ميوكس فايبرويد، بس اكتر من 50% منها جوه الكافيتي، فدي عشان كده بنقول عليها سب ميوكس، لو اقل من 50% يبقى دي انترستيشيال اندنتنج الكافيتي، دي عشان دي برده مهمه في المانجمنت. سب ميوكس دي برده هينفع يدخل جوه الكافيتي يجيبها، لكن الانترستيشيال ما ينفعش، لو عايز يشيلها يبقى هيشيلها ايه؟ اوبن سيرجري.
ده السونو هيستروجراف. نيجي بقى للسيرفكس. ده النورمال سيرفكس، زي ما احنا قلنا البروب المفروض يبقى بعيد شويه عن السيرفكس عشان اقدر اشوف التو سيرفايكال ليبس. الخط اللي بره ده هو الفاجينال وول، مش احنا السيرفكس جزء منه داخل جوه الفاجينا، فالفاجينال وول هنلاقيها ماشيه عليه اهي. السيرفكس عباره عن ايه؟ عباره عن اندو سيرفايكال، هو بارلش ان شيب، عباره عن اندو سيرفايكال كانال، عباره عن انر سترومال زون بيبقى هايبو ايكويك شويه عن الاوتر سترومال زون، يبقى هو اندو سيرفايكال كانال، انر سترومال زون واوتر سترومال زون. نفس الكلام اللي بنشوفه في الام ار، نفس الكلام زي الام ار. المفروض كمان ان انا عندي في تو اندز للسيرفكس، في اكسترنال اس وفي انترنال اس. يبقى انا عندي ده ليفل اوف ذا انترنال اس وده ليفل اوف ذا اكسترنال اس. النورمال انترنال اس دايمتر اب تو 6 ملم، وده لما هنيجي برده في الجاينا في الابستاتريك هنشوفه بقى، وهي اليوترس جرافيت هنقدر ان احنا ناسس ازاي بقيس الانترنال اس كويس. النورمال سيرفكس ممكن يبقى فيه شويه كده نابوثيان فوليكلز، شايفين النابوثيان فوليكلز دول؟ هما النابوثيان فوليكلز دول عباره عن ايه؟ عباره عن سيرفايكال جلاندز بس حصل لها اتقفلت فعملت ريتنشن سيست. لو العينه ما عندهاش انفكشن لا خلاص تبقى نورمال، لو عندها انفكشن يبقى فكر ان ده علامه من علامات الايه؟ الكرونيك سيرفيسايتس. يبقى مهم قوي ان انا اعرف الهيستوري برده بتاع العيان. ده منظر السيرفكس. عنده سيرفايكال كانال هنا والله ثيكند شويه برضو ودول منظر النابوثيان فوليكلز. دي برضو عيانه شايفين التكنس بتاع الاندوميتريال كانال قد ايه؟ السيرفايكال كانال. العينه دي طبعا كان هي جايه بديسشارج ودي عندها سيرفيسايتس، دي ايفيدنس اوف سيرفيسايتس ان انا الاقي ثيكند سيرفايكال كانال والاقي طبعا في هايبر فاسكولاريتي والاقي في وايدنينج اوف ذا سيرفايكال كانال. دي كلها signs of cervicitis. نيجي بقى للحاجه البيناين اللي ممكن نلاقيها في السيرفكس اللي هي السيرفايكال بوليب، زي بالظبط الايه؟ الاندوميتريال بوليب. هي common benign polyp or tumor بتطلع من السيرفايكال كمان. بتعمل ايه بقى؟ بتعمل regular menstruation او ساعات كمان بتعمل contact bleeding. يعني ايه contact bleeding؟ لو البوليب دي اتلمست تبليد، يا اما during intercourse يا اما during vaginal douching، فده اللي بنسميه contact bleeding. طبعا لو هي external كده، شايفين انا هنا كده قريبه قوي من السيرفكس فالبوليب يعني بالكاد يعني صعب ان الواحد يشوفها، لكن لو انا بعدت عنها هقدر نشوف ان دي بوليب protruding من الاكسترنال اوس اوف ذا سيرفكس. يبقى اذا دايما لما ابص على السيرفكس ارجع لورا خالص وابص ابتدي ابص عليه، احط جل كتير في الايه؟ في البروب اللي انا بستخدمه. 1% of this cervical polyp ممكن يبقى فيها neoplastic changes وتبقى carcinomatous. دي طبعا حسب برضو الفاسكولاريتي بتاعتها، وهي عموما كل cervical polyps هتتشال، يعني دي هتبقى عامله obstruction. فمعظم غير الاندوميتريال يعني cervical polyp مفيش بقى wait and see، هي غالبا بتتشال. دي another case، ده اليوترس وادي السيرفكس ديستندد باي لارج بوليفويدال ماس فيها هايبر ايكويك وفيها سيستك تشينجز وفيها فاسكولار ميديكال ساين، يبقى دي برضو سيرفايكال بوليب. يعني دي كانت بتعمل هيسترو، كان عندها انفرتيليتي وبتعمل هيسترو. طبعا ما عرفناش ندخل الا بدايليتور رفيع قوي عدينا بيه من البوليب دي، فدي لارج سيرفايكال بوليب. دي تيبيكال، دي تيبيكال، دي بوليب انترا سيرفايكال. طبعا هقول ان هي فيلنج معظم السيرفايكال كانال، ودي طبعا دي واحده من اسباب الانفرتيليتي، هي عامله لها اوبستراكشن. دي انذر بوليب بس بعيده شويه، بس عرفتها بايه؟ باللارج فاسكولار ميديكال ساين عند الاكسترنال اوس. ده السيرفكس هنا برضو شايفين في بوليبويدال ليجن انترا كافيتال، المفروض الكنال دي تبقى خط، ففي عندي بوليفويدال ليجن انترا كابيتالي. وطبعا اللي عرفتي برضو ان ده ليجن ان هي عامله ايه؟ عامله اوبستراكشن فوقيها، ففي شويه سكريشنز محبوسين فوقيها، فدي بوليب موجوده في السيرفكس برضو. الانتي التانيه بقى الخطيره هي السيرفايكال كارسينوما اللي بقينا نشوفها كتير جدا. وانس ان انت لقيت سسبيشس سيرفكس
you must take a biopsy suspicious او نعمل MR. يبقى لو suspicious cervix يا اما اعمل MR يا اما اخد biopsy زي كده مثلا. يعني الحالة دي انا مش شايفة فيها definite cervical mass صح؟ لكن الايكوجينيستي بتاعت السيرفكس دي ابنورمال صح؟ وفي كمان ايه؟ في فلويد انتراب انسايد ذا ترانك كافيتي، في فلويد محبوس جوه، معناه كده ان السيرفكس ده فيه اوبستراكشن. فمهم قوي لو انا لقيت ابنورمال سيرفايكال ابييرنس او ايكوجينيستي احط دوبلر الاول، لان احنا قلنا دايما الماسس هتيجي بايه؟ بابنورمال فاسكولاريتي. فاحط دوبلر وممكن اعمل ام ار كستيجنج وممكن اخد بايوبس. وبيوبسي مش سمير، السمير لوحدها ممكن تطلع. ممكن طبعا البوليب واضحه وويل ديفايند، يعني مفيش تفرقه بينهم. لكن اللي ممكن ما نفرقوش لو عين عندها كرونيك سيرفيسايتس والسيرفكس ديستورتد، ما بقاش عارفه ده مالجننت ولا ده انفلاماتوري، فوقتها ممكن اعمل ام ار وبعدين الجا للبيوبسي في الاخر. السيرفايكال كارسينوما از موست فريكوينت اندر ذا ايج اوف 50. احنا قلنا اندر افتر ذا ايج اوف 30 الاندوميتريال كارسينوما هي الموست كومن، لكن اندر 50 ذا سيرفايكال كارسينوما از ذا موست كومن. وللاسف ان ايجيبت ال دبليو اتش او في يعني من سنتين كده طلعت انه وي هاف ا فيري هاي انسيدنس اوف سيرفايكال كارسينوما، يعني نسبه كبيره 2713 وومن افري يير. تو ماتش وبقوا ينشوفوا ان يونجر ايج. ليه بقى؟ لانه السيرفايكال كارسينوما ليها علاقه جامده بالهيومن باتيلوما فيروس، لدرجه ان قالوا ان احنا لو عملنا سكريننج للسيرفايكال كارسينوما ممكن يدي الناس اللي عندهم هيومن باتيلوما فيروس بوزيتيف لازم ياخدوا فاكسين، يعني كبروفيلاكتيك للسيرفايكال كارسينوما. السيرفايكال كارسينوما بتيجي بتو تايبس. في عندي الموست كومن انها تبقى اندوفيت بروس طالعه من السيرفكس وبتبتدي تاكل السيرفكس سيرفايكال كانال كلها، يا اما ان هي تيجي بكولي فلاور ماس بروترودنج فروم ذا سيرفكس اللي هو الاكزوفيتك تايب. اكتر نوع بنشوفه هو الاندوفيتك تايب. ده لارج سيرفايكال ماس بقى، يعني انا مش هستنى طبعا لما العينه توصل للحجم ده عشان اقول ان عندها سيرفايكال كارسينوما. ده فيري لارج سيرفايكال ماس، يعني 4 سم الماس قد ايه. اليوترس عشان هي بوست مينيبوزال فاليوترس بتاعها صغير، وده الفلويد انتراب انسايد ذا كافيتي لان السيرفكس هنا قافل على اليوترس. هنا برضه نفس الحكايه. هنا بقى موريه المالجنانت سيركيوليشن، عشان عيدها تاني بقى المالجنانت سيركيوليشن يبقى فيها فيسلز مجنونه زي التيومر بتاعها، وبالتالي فيها لاك اوف اربورايزيشن، ذير از نو ماسلز ان اتس وول، وبالتالي بيبقى فيه لاك اوف تيبرنج، يبقى الفيسل ماشي كده ستريت. المفروض ان الفيسل يبقى كبير ويصغر، لا هما بيبقى فيهم لاك اوف تيبرنج، يبقى فيهم ارتيري فينوس شانتنج، وفي لارج سنترال فيسلز. فدي طبعا تيبيكال مالجنانت سيركيوليشن، فدي سيرفايكال كارسينوما. طبعا السيرفايكال كارسينوما دي غالبا دي خلاص خرجت بره الكونفاينز اوف ذا سيرفكس وطلعت في الباراميتريوم بره، فدي بقت ستيج 2 بي. مهم طبعا في السيرفايكال كارسينوما برضو ان انا اشوف الاكستنت بتاعها. المفروض ان انا اشخص في الفيري ايرلي بالسواب وكده ان انا اشخص اللي هي الكارسينوما انسايتو اللي هي ستيج 0، هي بتبقى انترا ابيثيليال جراف. ستيج 1 في 1 اي وبي، يعني فيهم يعني الجدول ده يعني احفظوه بقى، ان احنا في عندنا ستيج 1 تبقى within the confines of the cervix، ستيج 2 خرجت بره السيرفكس يا اما انفلتريتنج اللور يوترس والابر فاجينا او انفلتريتنج الباراميتريوم. ستيج 3 انها بقت يحصل فيه انفيجن للور فاجينا كمان، بقت ستيج 3. ستيج 4 يا اما دايركت انفيجن اوف ذا سراوندينج اورجنز اليورينري بلادر والريكتم، يا اما ديستنت ميتاستس. ده الكلاسيفيكيشن بتاع التيومرز. يبقى اذا ان انا لما الاقي اي فلويد جوه الكافيتي لازم ابص كويس قوي على السيرفكس، اي انتراب فلويد كده لازم ابص على السيرفكس. لكن انا دي السيرفكس بتاعها نورمال، السيرفكس بتاعها نورمال مفيهوش حاجه. يعني دي كان عندها انترا يوتراين ساينيكيا. الانترا يوتراين ساينيكيا طبعا من ضمن الحاجات اللي بنشوفها في الاندوميتريوم انه يبقى فيه ادهيجنز، ودي في الحقيقه بقى صعب ان انا اشوفها بالالترا ساوند الا لو انا كان عندي ثيك ثين ريجولار اندوميتريوم زي بتوع الاشرمان سندروم. الاقي ان الاندوميتريوم از فيري ثين
الاقيها مثلا المفروض انها في السكريتوري عليه عاده بيبقى عندهم امينوريه. فلو عينه امينوريه وجت لقيت الاندوميتريوم بتاعها سين والريجولار فببتدي افكر ان دي تكون اشرمان سيندروم ولازم اعمل ايه اللي هو ايه الانترايزراين ادميشنز. لما بتبقى اكستنسيف قوي بسميها الاشرمان سيندروم. دول طبعا لازم اعمل لهم هيستروسالبنجيوغرافي عشان اسس الايه اليوتراين كافيتي والتيوبس. فاضل عندنا في اليوترس حته ما قلناهاش في الاناتومي اللي هي النورمال يوتراين بيرفيوجن. احنا جبنا سيرتها بس واحنا بنتكلم على الميوميتريال كالسيفيكيشن. النورمال يوترس بيبقى سبلايد باليوتراين ارتري. اليوتراين ارتري بيدي الاركود فيسلز وبعدين الراديال ارتريس وبعدين السبايرال ارتريس في الاندوميتريوم. فيبقى في عندي يوتراين بيدي اركود برانشز والارك بيطلع على اللاترال وول اوف يوترس يدي الاركود برانشز والاركود برانشز تدي الراديال ارتريس والراديال ارتريس بتدي السبايرال ارتريس للاندوميتريوم. السبايرال ارتريس دي قلما بنشوفها الا لو هي العينه مثلا في السكريتوري فيز او اللي هي يعني عندها جود بيرفيوجن. ادي المنظر بتاعه بالصنار. دول الاركود فيسلز ودول الراديال ارتريس وادي السبايرال ارتريس. ده طبعا انا حاطه هنا ده باور دوبلر. الباور دوبلر طبعا مور سبيسيفيك يعني انا يمكن لو حطيت دوبلر عادي مش هشوف الايه الاندوميتريال فيسلز كده بوضوح. يفضل كمان عندي في النورمال علشان لما نيجي في الاوفيوليشن وكده هنشوف انه اليوتراين ارتري از فيري امبورتنت. اليوتراين ارتري فلو في الايرلي بريجننسي في السكندري بارت ان انا بشوف اليوتراين ارتري فلو. المفروض النورمال يوتراين ارتري بيبقى مونوفيزيك ويف ويف دايستوليك فلو. بس هي بتبقى ريزيستيفيتي في الفيرست هاف اوف ذا سايكل بتبقى 0.9 وفي السكند هاف اوف ذا سايكل بيبتدي الدايستوليك فلو يعلى عشان اليوترس ده بيستعد للكامين بريجننسي لو هيبقى فيه بريجننسي. فعشان كده المفروض الار اي بيبقى 0.9 في البروليفراتيف فيز وبيبقى 0.8 في السكريتوري فيز. وده برضو من ضمن الانفستيجيشنز اللي انا بعملها في حالات الانفيرتيليتي. يعني ما عندهاش حاجه عندها الاوفيليشن كويس ما بيحصلهاش بريجننسي او بيحصل لها ايرلي بريجننسي لوس لازم ابص على اليوتراين ارتري لان دول هيستفيدوا جدا لو انا اديتها حاجه تعمل جود يوتراين بيرفيوجن. فاضل عندنا المايوميتريوم هنقوله بسرعه معلش احنا طولنا بس عشان نلحق نخلص. المايوميتريوم طبعا ايه الحاجات اللي ممكن تحصل في المايوميتريوم؟ اكتر حاجه فايبرويد. انا عمري ما اول ما بلاقي ناس في المايوميتريوم حتى الفايبرويد من ضمن الحاجات اللي انا مسموح لي اكتب في التقرير انها فايبرويد لان هي مالهاش ديفرنشال دايجنوزس تاني. مش زي مثلا الفايبرو ادينوما في البريست. يعني الفايبرو ادينوما عمري ما بكتب في التقرير فايبرو ادينوما كده على طول. بكتب بيناين لوكينج ليجن لايكلي فايبرو ادينوما. لكن ممكن الفايبرويد اكتب فايبرويد. طالما ان هو مينتيننج الكرايتيريا اوف بينينس. الفايبرويدز فيري فيري كومن وبقت اكتر طبعا يعني في زماننا ده. الفايبرويدز انواع كتيره ممكن حسب اللوكيشن بتاعها. ممكن تبقى انتراميورال او ممكن تبقى سب ميوكس. شايفين واصله اكتر من نص الفايبرويد تبقى سب ميوكس. لو هي جاست اندنتنج ذا كافيتي تبقى برضو انتراميورال. سب سيروزال وممكن كمان انواع مختلفه بقى. ممكن بيدانكيوليتد تبقى ليها بيديكل ودي ممكن الاقيها سيبرت من اليوترس. لو انا ما شفتش البيديكل بتاعتها ممكن الاقيها ماس سيبرت فروم ذا يوترس لكن بعرفها بالايكوجينيستي بتاعتها هي شبه المايوميتر. هنا في دي الانتراكافيتري كلها جوه الكافيتي. دي الانتراكافيتري غير السبميوكس. السبميوكس ان هي مور ذان 50% اندنتنج الكافيتي دي بقول عليها سبميوكس. لكن لو هي كلها بروترودنج انسايد ذا كافيتي دي بقت انتراكافيتري. دي لارج سبسيرس فايبرويد ده اليوترس اهو. دي طبعا لو عملت لها ترانس فاجينال ممكن ما اشوفش الفايبرويد واكتب الحاله نورمال. عشان كده دي اهميه الترانس ابدومينال ان انا هشوف الفايبرويد اللي هي موجوده في الفولس بلفيك كافيتي. ده الاندوميتريوم اهو شايفين هي كومبليتلي سيبرت من اليوترس لكن ليها ضلع كده مع اليوتراين. على حسب الدايمنشن اوف ذيس سايد ده مهم برضه. يعني اكتب ان الفايبرويد دي مثلا يعني تقريبا واخده البوستيريور وول بتاع اليوترس كله غير اما تكون بيدانكيوليتد.
البيدانكليتي دي هنضطر نشيلها لان بنخاف منها ان يحصل لها تويستنج فهي تعمل تورشن، ودي واحده من اسباب البلفيك بين، يعني يبقى عندي بيدانكليتي فايبرويد يحصل لها تورشن. لكن دي سب ميوكس سب سيروس فايبرويد، دي بقى بيدانكليتي. شايفين اليوترس اهو في بيديكل، وبعدين الفايبرويد دي فيها ديجنريشن. الحاله دي كانت عامله ام ار وكانت فيها مراجك ماس موجوده انتيريور لليوترس، احنا شايفين هي ايه. طب دي اندوميتريوما، بس طبعا السونار حل المشكله لان هو قدر يشوف. طبعا الام ار بيبقى صعب ان هو يجيب البيديكل دي خصوصا لو هي شورت، لكن الالترا ساوند باين ان دي بيديكل طالعه من اليوترس ودي بيدانكيوليتد فايبرويد. فاذا البيدانكيوليتد فايبرويد سهل قوي ان يحصل لها تورشن، يعني تيجي باكيوت بين لدرجه ان هي بقت هيموراجيك وبقى فيها سيستيك تشينج. دي انذر كيس. الفايبرويد بقى ليها ديفرنت ايكو باتر، ممكن تبقى هايبر وممكن تبقى هايبو وممكن تبقى ايزو، لكن الموست كومن انها تبقى ايزو ايكويك للمايمتر، وده اللي احنا بنقدر نكتشفها حتى لو هي بره اليوترس. في عندنا تو انتيتيز اللي هي البيدانكيليتد فايبرويد والبرود ليجامنتري فايبرويد، دول هلاقيهم بعاد عن اليوترس. فيبقى هي معظمها بيبقى ايزو ايكويك. طب ساعات ما بقاش عارف احددها قوي. الدوبلر في الحقيقه بيفيدني في الحالات دي لانه اي ماس هتبقى عامله سبلينج للفيسل سراوندنج، وبالتالي بقدر ان انا احدد ان دي في فوكال ماس، لان يعني بيدخل معاها الديفرنشال دايجنوزز اوف فوكال ادينومايوزس، هيدخل معاها في الديفرنشال دايجنوزز لكن مش هلاقي فيه السبلينج اوف فيسل سراوندنج ذيس ليجن. ده تودين باين هنا ان في ماس انتراكافيتري وفي سبلينج للاندوميتريوم، لكن الفور دي طبعا هيوضح لي اكتر ان الماس دي ليها انترستيشيال بارت كبير وداخله جوه، يعني الكورونال بتاعها مبين ان الماس ليها انترستيشيال بارت وليها ميوكس بارت. والميوكس بارت انا بس لما جيت في ال2 دي قطعت في الحته دي فظهر كانها انتراكافيتري ماس. فيبقى اذا ال4 دي مهم في الحالات دي ان انا اشوف الاكستنشن على الكافيتي قد ايه. ده واحد من الانديكيشنز للام ار اي، خصوصا لو العيانه هتعمل اوبريشن، لو هي العيانه بري اوبريتيف ممكن اعمل ام ار فور بيتر لوكاليزيشن اوف ذا فايبرويد ان ريليشن تو ذا كافيتي. دي انذر كيس، دي سب ميوكس فايبرويد بروتروding اكتر من 50% انسايد ذا كافيتي، فدي سب ميوكس فايبرويد. دي بقى انتراكافيتري فايبرويد، شايفين الفاسكولاريتي مختلفة عن البوليب، وهي هايبو ايكويك او ايزو ايكويك للمايميتريوم، والمايميتريال فيسلز هي اللي مدياها فاسكولاريتي، فدي برضو سمول انتراكافيتري فايبرويد. دي انذر برضو انتراكافيتري، شايفين الاندوميتريوم سبلايد عليها ازاي؟ وليها سمول بيديكل، فدي توتالي انتراكافيتري فايبرويد. دي برضو فايبرويد. الانترستيشيال بقى طبعا ساعات لما الفايبرويد بتكبر ممكن ما بقاش عارفه احدد بقى هي دي كانت اصلا سبسيرس ولا بتبقى واخده المايوميتريوم كله وعامله ديسبيسمنت الكافيتي. ده منظر الديجنريتد فايبرويد، لان الديجنريتد فايبرويد ساعات ممكن تلخبطي مع الادينكسل ماسز، هنحطها في الديفرنشال دايجنوزز. معظم اللي بيحصل لهم ديجنريشن السبسيرس، لان بيبقى البلاد مش وصل لهم كفايه تو مينتين ذيس لارج فايبرويد. يعني الفايبرويد دي مثلا كانت 16 سم في 12 سم، فابتدي يحصل فيها ارياز اوف ديجنريشن، فلاقي فيها سيستيك تشينجز ووراها بوستيريور انهانسمنت، فده منظر الديجنريتد مايوميتريوم. فده منظر ديجنريتد فايبرويد. طبعا لو حطيت عليها دوبلر هلاقيها اوف لو فاسكولاريتي، الفاسكولاريتي فيها مش عاليه، وبالتالي بيبتدي يحصل فيها ارياز اوف ديجنريشن. اشهر ديجنريشن بيحصل في الفايبرويد هو ايه؟ الريد ديجنريشن اللي بيحصل في البريجننت مع البريجننسي. الفايبرويد مش بريجننسي طبعا انتيتي نتكلم عليها بقى في الاوبستاتريك، ان انا هلاقي لازم في الاوبستاتريك اسس فور ادينكسل اند يوتراين ماس. ده اليوتراين فايبرويد امبولايزيشن هديكوا عليها هنت برضه عشان تبقوا عارفين. في البريمينيبوزال بيشنتس نوت ديزايرنج فيرتيليتي، يبقى هي ما بنعملهاش لعيانه عايزه تبقى فيرتايل،
او failure of spontaneous regression, failure of medical treatment. السايز اللي بقدر اعمل له embolization بيبقى من 3 to 7 سنتيمتر. يعني الفيري لارج فايبرويد ما ينفعش برضو اعمل لها embolization لانها هيحصل فيها نيكروزس جامد قوي وممكن تعمل infection وpain. Absolute contraindication to surgery including patient preference, يعني العيانة مش عايزة تعمل surgery وبالتالي ممكن نعمل embolization. ده منظر الفايبرويد pre و post embolization. دي فايبرويد كبيرة اهي, شايفين البلاش, وبعدين هنا post embolization ابتدى يبقى فيش بلاش خالص, والفايبرويد بعد كده بيحصل لها complications قليلة, يحصل لهم طبعا fever ونيكروزس post embolization, لكن most patients they do well. نعم. الفيدنج بس ما انت ما تضمنيش برضو, ممكن الفيسلز دي تقفل السمول فيسلز في اليوترس وبالتالي هتقلل البلاد برفيوجن لليوترس فممكن تاثر على الفيرتيليتي, فعشان كده ما هياش فور بريزرفنج فيرتيليتي. يفضل عندنا شويه انتيتيز بقى رير بس هما موجودين اللي هي اليوتراين ساركوماس. ينفع الفايبرويد دي تبقى ساركوما. في الحقيقه الساركوما لما يجي عندي فايبرويد وفيري رابيدلي جروينج وفيري هايلي فاسكولار ان يانج ايج ابتدي افكر بقى في الليوميوما, في الليوميوساركوما. يبقى الليوميوساركوما از اونلي 1% اوف كيسز من حالات الفايبرويد 1%. في كمان الاندوميتريال استرومال تيومرز, يعني تطلع استروما جوه الاندوميتريوم, دي برضو فيري رير. في ميكسد ابيثيليال اند ميزينكايمال تيومرز, ودول في الحقيقه مش هنشخصهم الا بالباثولوجي. يعني انا عندي ثيكند اندوميتريوم هعرف منين ان ده الكومن ان هو هيبقى اندوميتريال كارسينوما اللي هي تبقى ادينو كارسينوما, لكن ممكن يطلع الباثولوجي ساركوما. ابقى عارفه ان في ليجنز ممكن تطلع ساركوما من الاندوميتريوم ومن المايوميتريوم. الانتيتي بقى اللي بتتلخبط مع الفايبرويدز هي الادينومايوزس. الادينومايوزس هو ايه؟ هو ايه الادينومايوزس؟ كان زمان بنسميه الانترنال اندومتريوزس, هو اندومتريوزس بس جوه اليوترس. الادينومايوزس ده زي الرسمه دي بالظبط, ان الاندوميتريال جلاندز بتبتدي تعمل ديبنج جوه المايوميتريوم, وبالتالي لما يحصل بليدنج تعمل شوكليت سيست زي الشوكليت سيست جوه الايه المايوميتريوم, يبتدي المايوميتريوم ده يتخن, ده بقى جواه بلاد ويبقى جواه رياكشن, فيبتدي يبقى تيكند وهيتروجينس, وبالتالي المايوميتريوم يبتدي يبقى تيكند وهيتروجينس. During menstruation the blood inside the myometrium يبقى hypertrophied واليوترس يبقى enlarged. ففي الحقيقة الالتراساوند في الادينومايوزز is not very specific إلا لو في specific signs, لكن الموست إن أنا هلاقي إيه؟ عيانة جاية ببليدنج. طبعا الادينومايوزز بيعمل بليدنج, يعني مفيش عيانة من غير بليدنج نشخصها ادينومايوزز. فالادينومايوزز بيعمل ميلوراجيا على الأقل, يعني تبقى عندها extensive menses. الادينومايوزز on ultrasound ممكن يجي بس بهيتروجينس بالكي مايوميتري, لكن ما بقاش قادرة احلف ان ده ادينومايوزز. هو focal thickening في posterior wall of the uterus. طبعا الMR هو specific for adenomyosis diagnostic, ان انا الاقي فيه hyperechoic spots موجودة through the myometrium, ولاقي فيه thickened junctional zone. junctional zone markedly thickened. هتقولوا لي طب انا السب اندوميتريا هل ما بشوفهاش في السونار ليه؟ لا ما بشوفهاش عشان هي بتبقى تيكند وزي المايوميتريوم, بتبقى شبه المايوميتريوم, فعلى الاقل بقول عليها اندستنكت مش شايفاها كويس, لكن ما يمنعش طبعا ان انا الاقي حالات تيبيكال. ده هنا انلارج ديوترس بالكي انلارج ديوترس والمايوميتريوم هيتروجينس مش زي ما انا متعوده اشوفه, هايلي فاسكولار اون دوبلر الصدر. دي بقى حاله تانية تيبيكال ان فيها نفس المنظر اللي بشوفه في الام ار اي, ان انا الاقي جوه المايوميتريوم في مالتيبل سيستيك ارياز, مالتيبل سيستيك ارياز جوه المايوميتريوم انديستينكت جانكشنال زون, الاقي اليوترس كله هيتروجينس, فابتدي افكر في الادينومايوزس. بالدوبلر طبعا بيبقى فيه هاي فاسكولاريتي وقادر اشوف السيستيك ارياز دي انها مش فيسلز, دي سيستيك جلاندز موجوده جوه المايوميتريوم, فده ادينومايوزس. في انتيتي بقى انا ما كنتش بدر يعني ما كنتش بحطها في المحاضرات, لكن يعني شفت بعض الحالات يعني فقلت لازم ان احنا نبقى اورينتد بهذه الانتيتي, ان هو يبقى فيه انفكشن يوتراين انفكشن. هو ممكن يوترس يحصل له انفكشن طبعا فيري فيري رير برضه في التشايلد بيرنج ايج زي الاندوميتريال كارسينوما, يعني هو شادد افري مانث, فصعب انه يبقى فيه حاجه ميكروب يتكون جواه.
الا مثلا في حاله زي التي بي، عشان التي بي ده حاجه كرونيك، فممكن العيانه تجيلها تيوبركلس اندوميترايتس وحالات كثيره من الاشرمان سندروم وتيوبال بلوك تبقى سببها تيوبركلس حتى لو ما عندهاش تي بي في حته ثانيه، وبيبقى جينيتال تي بي. فهو ايه تعريف البايوميترا؟ البايوميترا ده عباره عن كولكشن اوف باس ستاندنج ديترين كافيتي، ات اوكرز برينسيبلي وين ذير از ستينوز سيرفايكال اوس، يعني عاده بتحصل مع السيرفايكال ستينوزس اللي هو يا اما ديو تو يوتراين اور اوفيريان مالجنسي او ديو تو تريتمنت، عيانه مثلا كان عندها حاجه في السيرفكس وخدت تريتمنت فحصل سيرفايكال ستينوزس اون توب، فممكن يحصل لها بايوميترا. الاذر كوزز بقى، في عندي فايبرويد ديجنريشن، فايبرويد وحصلها ديجنريشن فيحصل انفكشن، سيرفايكال اوكلوجن افتر سيرجري فور برولابس او اندوميتريال ابليشن، سينايل سيرفيسايتس، فيربرال انفكشن، كونجنيتال سيرفايكال انوماليز، كونجنيتال انترايترين ديفايس، فورجوتن انترايترين ديفايس، جينيتال تي بي، ودورينج بقى اي في اف، الحاجات كلها بتاعه الايه الاسيستد بريجننسي كلها ممكن تعمل انفكشن. البايوميترا طبعا از سيريس كونديشن، ليه؟ لان اليوترس بيبقى فيري سوفت، ممكن يحصل له رابتشر، بس العينه دخلت في توكسيميا وبريتونايتس وكل سنه احنا طيبين. فعشان كده مهم قوي ان انا اشخص البايوميترا. لو عينه جايه فيفرش ولقيت اليوترس فيه كولكشن لازم ابتدي افكر في ايه، في البايوميترا. طبعا التريتمنت اوف بايوميترا ايميديت لابراتومي وبريتونيال لافاج ودرينج او سمبل هيستريكتومي لو هي العينه بوست مينيبوز. ده كانت حاله عندي ايه ده اللارج يوترس. الاندوميتريوم شكله عجيب جدا، في زي اير لوكيولاي انسايد، في اير وعامل شادوينج. ما اعرف طبعا الاير، ان الاير بيبقى عامل شادوينج وراه كده، بقدر اعرف ان ده ايه. وكانت حاله عجيبه جدا طبعا. معظم الحالات دي لازم تو اكسكلود مالجنس. يعني عندي كانت فيرجن كان عندها 45 سنه، طبعا غريبه جدا، فلازم طبعا نفكر في مالجنسي. طبعا لما نلاقي فيه فاسكولاريتي كده انسايد يبقى ده ممكن يكون جراف ومعاه انفكشن، وطلعت فعلا اتفتحت وطلعت ان هي بايوميترا. ده التحليل زمان ما علينا. هنتكلم بعد كده عن الاوفرز. طبعا انتوا زمانكم يعني فصلتوا تماما مش كده، فممكن ناخد ريست الساعه كام؟ 11:30. ناخد ريست ال 12 اللي عايز يريح ويصلي وكده، وبعدين بس 12 بقى، يعني هو الظهر بيبدا من 12 ل 10. على فكره هو ما سجلش، هو المفروض يقول لي ستوب. دقيقه واحده. Thank you.